دكتور، تفضلي. راح تعيد يعني كل شيء شرح ولا راح تشرح بس الأشياء المهمة يا دكتور؟ سريع على السريع، يعني إذا أنتم وقفتون على أي سلايد بوقف بعطي عليها، يعني بشرحها زيادة عن اللزوم. طيب هسه أنا ليش بدي أركز على هذا البارت؟ لأنه لما شرحنا هذا البارت اللي هو البارت 1 كنا في الجامعة، ما كان في شيء مسجل غير التسجيل الصوتي اللي زودونا به صبايا مشكورات، وكمان لأنه في كان عدد كبير من الطلاب غايبين عن المحاضرة لأكثر من ظرف، فعشان ما حدا يخسر حقه في هاي المحاضرة قلنا خلينا أعيد أبلش بيها وأركز عليها. بقية المحاضرات موجود تسجيلهم على اليوتيوب، مع ذلك راح أمر عليهم كمان أشوف إذا أي إشي مش واضح أرجع بعيده. خلينا نقول بسم الله. بس احنا محاضرتنا عن الاي سي جي، واتفقنا انه الاي سي جي هو بقيس ايش؟ الالكتريسيتي اكتيفيتي تاعت الهارت، صح ولا لا؟ اسمه الكترو كارديوغرام، يعني تصوير كهربائيه القلب. فهو ما بيعطينا اي شيء ميكانيكال، او يعني ما بيقوليش مثلا قديش الايجكشن فراكشن. هاي وظيفه مين؟ الايكو. الايكو هو للميكانيكال فانكشناليتي تاعت الهارت، بينما الاي سي جي بحكي لي قديش الكهربائيه او كيف شغل القلب من ناحيه كهربائيه. طبعا الكهربائيه هي اللي بتؤدي الى حدوث الميكانيكيه، فالديبولاريزيشن قلنا هو اللي بيؤدي الى كونتراكشن، الريبولاريزيشن هو اللي بيؤدي الى ريلاكسيشن. هاي الاناتومي اوف ذا هارت ما فيش داعي ان اعيدها. هون ممكن اعيد شويه انه الكوندكتيفيتي تاعت الهارت، او كيف ربنا خلق الهارت، انه كان في عندنا كينج سميناه الاس اي نوت، وهاي بتعطي من كم لكم؟ من 60 ل 100، صح ولا لا؟ 60 ل 100، وقلنا بتعطي امبلس بير مينت. عشان هيك الهارت ريت تاعنا من قديش؟ من 60 ل 100، لانه الكينج المتحكم في قلبنا بيعطي اوردرز من 60 ل 100 في الدقيقه، فالهارت ريت بيستجيب او انقباضات القلب بتستجيب بنفس هذا الريت اللي بيطلع من الاسينود. بعدين الامبلس بتروح لوين؟ للبوث اتريومز، ماشي، عن طريق الانتر، عن طريق هذول الباثويز او الكوندكتيف تيشوز، وعن طريق الانترنودال باثويز لحتى توصل لمين؟ للاي في نود اللي هي اسمها atrioventricular node، وهي وظيفتها في لها اسم ثاني حكينا اللي هو gate keeper. شو يعني gate keeper بالضبط؟ اللي هم هذول الventricles، اهم شيء لنا في الهارت من ناحيه cardiac output هم الventricles. الاتريومز ما بيساهموا الا ب 20% فقط، بينما البقيه الشغل عمين على الventricles. فانا بدي احط حارس هون، ربنا حط لنا حارس هون عشان احمي هذول الventricles من اي امبلس زايده جايات من ناحيه الاتريوم. فهي سميناها الاي في نود. الاي في نود مش بس جيت كيبر، عندها القدره اذا تعطلت الاس اي نود انها تصير تعطيني ديسشارجز من 40 ل 60. صح ولا لا؟ فلما توصل الشحنه هسه من الاس اي نود للاي في نود، شو بصير؟ تنتقل الشحنه ل البندل اوف هيس، بعدين للليفت اند رايت برانشز، ولحتى توصل لوين؟ للبيركنجي فايبرز. وهي كمان البيركنجي فايبرز لها خاصيه قلنا عنها، مالها؟ انها كمان اذا تعطلت الاس اي نود والاي في نود بطلوا يطلعوا امبلسز، في عندنا تشانس ثالثه انه نظلنا او تطول عمرنا شويه لحتى يجينا مساعده طبيه. فالبيركنجي فايبرز بصير تعطي امبلسز من 20 لا 40، ماشي؟ تمام. هذول خصائص الهارت. قلنا الهارت فيه خصائص بتختلف عن بقية خلايا الجسم، فواحدة من الخصائص تاعته انه اوتوماتيسيتي، انه بيقدر يطلع امبلسز بدون ما حدا يقول له طلع، يعني ما في حدا بيتحكم فيه، هو لحاله. واحد ميت دماغه، الهارت بتلاقي الهارت تاعه ما شاء الله عنه شغال، لانه مش مستني، يعني مش معتمد على اي شيء، معتمد على حاله، على شويه الاكسجين والنيوترينتس اللي بتوصله، لكن ما بده اي حدا يقول له او يعطيه اوردر انه يشتغل، لانه فيه الملك تاعه اللي هو الاس اي نود، وفي النائب تاعها اللي هو الاي في نود، والنائب تاع ولي العهد اللي هي البيركنجي فايبرز.
هذا المقصود بالاوتوماتيسيتي. كوندكتيفيتي من خصائص خلايا القلب انه اذا وصلتها اي شحنه تقدر توصلها للخلية اللي جنبها. كيف يعني؟ كيف يعني؟ زي خلايا الحديد او خلايا المعادن بشكل عام، اذا وصلها شحنه كهربائيه تنقلها للخليه او للذره اللي جنبها. اكسايتابيليتي معناها الاستجابه للشحنه الكهربائيه لما توصلها. طيب كيف استجابه خلايا القلب بتكون؟ عن طريق ايش؟ عن طريق الكونتراكشن، عن طريق الكونتراكتيليتي. فالكونتراكتيليتي انه شو اصلا؟ هذا هو شغل الهارت، انه يعمل بامبينج، يعمل كونتراكتيليتي عشان يطلع مين؟ عشان يطلع البلد. والريثميسيتي، الريثميسيتي يعني انه في عندنا خاصيه الخلايا لما تصير تطلع امبلس تطلعها على ايش؟ على ريجولر ريت، بشكل منتظم. هاي الخصائص الطبيعيه يا جماعه، هاي الخصائص الطبيعيه للهارت. طيب هذول المصطلحات عرفنا شو هي، depolarization والrepolarization. depolarization قلنا الخليه، هاي الخليه بحاله الريست شو بكون جواها؟ نيجاتيف، من برا بوزيتيف. هاي بحاله ايش؟ الريست. ليش بوزيتيف من برا؟ لانه الان اي موجود هون، ماشي، موجود اكثر برا اكسترا سيلولر من الانترا سيلولر، والبوتاسيوم هون اكثر من الاكسترا سيلولر. فالبوتاسيوم والصوديوم بالاكشن بوتنشال عكس بعض، الصوديوم بيكون برا اكثر من جوا، بينما في حاله الريست البوتاسيوم بيكون جوا اكثر من برا. شو يعني اكشن بوتنشال؟ انه يصير في عندي تيار كهربائي، يعني اني اعكس الشحنات، فبده يصير عندي بالاكشن بوتنشال او بالبين قوسين الديبولاريزيشن، اني يصير في عندي انا من جوا بوزيتيف، من برا شو يكون؟ نيجاتيف. تمام؟ طبعا هاي الخليه، وبعدين بصير الخليه اللي جنبها نفس الشيء، فهيك بصير ينتقل الاكشن بوتنشال. فالديبولاريزيشن معناها الكتريكال اكتيفيشن، السبب انه بدخل الصوديوم جوات الخلايا والبوتاسيوم شو بصير له؟ بيطلع منها. الريبولاريزيشن انه بصير العكس، انه البوتاسيوم بيرجع بدخل لجوا بينما الصوديوم بيطلع برا. عشان القلب يشتغل بشكل صحيح كل خلايا لازم توصلها هاي الالكتريكال امبلسز تقريبا سايمولتانيوسلي، ماشي، انها توصلها بنفس الوقت. وكمان عشان تشتغل بنفس الوقت انه او عشان يكون شغلها صح، الكونتراكشن تاعها لازم يكون تقريبا بنفس الوقت. هذا من ناحيه الاكشن بوتنشال، وهذا ما راح يعني انه او خلينا نركز عليه، خلينا نحكي هسه الاكشن بوتنشال بمر بخمس مراحل: فيز 0، فيز 1، فيز 2، وفيز 3، واخر شيء الفيز 4. فيز 0 اللي بصير في عندي رابيد ديبولاريزيشن. شو يعني رابيد ديبولاريزيشن؟ تفتح عندي البمبس تاعون الصوديوم، فبتدخله من الاكسترا سيلولر لوين؟ للانترا سيلولر. فهذا بصير عندي مره واحده رابيد ديبولاريزيشن. لحتى توصل هون النقطه شو بصير في عندي؟ بتسكر البمبس تاعون مين؟ تاعون الصوديوم. طيب خلص، ما احنا اذا وصلنا لهي المرحله شو بده يصير هسه؟ الاصل نبلش مرحله الريبولاريزيشن، فالاصل ريبولاريزيشن انها تنزل كمان مره واحده. طيب ليش هون ما نزلت الا شويه؟ او نزلت شوي، هي مرحله هون اللي هي مرحله التسكير البمبس. طيب هون ليش اللي هي مرحله البلاتو ليش ظلتها مستقره على هذا الفيز؟ لانه صار في عندي يطلع مين بالضبط؟ عشان البوتاسيوم صار يطلع، فانا حافظت هيك على تقريبا استقرار الشحن جوات الخلايا، فهي احنا شايفين الاكشن بوتنشال مرتفع، وهي سميناها الفيز 2 او البلاتو. بعدين لما نوصل لهون بترد تفتح قنوات الصوديوم، تطلع الصوديوم برا الخلايا، فهيك انا بكمل مرحله الريبولاريزيشن. وعشان اكملها مظبوط برد برجع البوتاسيوم جوات الخلايا، واحنا هون بنوصل مرحله الريستنج او الريلاكسيشن. قلنا هاي موضوع الاكتين والميوسين. الاكتين بيكونوا طبعا الاكتين هذا اللي هون، والميوسين الجوا اللي هي العضلات.
فلما تفتح الصوديوم كمان بفوت معها مين؟ الكالسيوم. فالكالسيوم شو بيعمل؟ بخلي الاكتين والميوسين اتاتش تو ايتش اذر، بيلزقوا ببعض وبصير في عندي انا الكونتراكشن اللي هي السيستول. بينما في مرحله الريلاكسيشن بروح هذا، بكون طبعا هنا مش حاطينها الكالسيوم، بصير يطلع من الخلايا فبتفلت الاكتين والميوسين وبصير عندي مرحله الريلاكسيشن. حكيناها هاي انه الاس اي نود بتعطيني من 60 ل 100، الاي في نود بتعطيني من 40 ل 60، والبيركنجي فايبرز من 20 ل 40. بدي ارجع رجوع لشكل الهارت اناتوميكال. هذا الهارت يا جماعه تمام. الاس اي نود وين قلنا جايه؟ شايفين السوبيريور فينا كافا هون، هذا الرايت اتريوم، وقلنا الجزء الامامي كلياته هذا الرايت سايد اوف ذا هارت. هنا جايتنا الاي في نود، وهنا اخر شيء بتنتقل للبيركنجي فايبرز. فشكل الشحنات هيك جاي صح ولا لا؟ خلينا امسح وارد ارسم مره ثانيه. فالشحنات الكهربائيه لما تنتقل من الهارت شكلها هيك صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ من الاس اي نود للاي في نود باتجاه الفنتريكلز. ماشي؟ ليش انا هاي رجعت لها؟ عشان لما نيجي نشرح عن الليد، ودائما قلنا دائما بنطلع على ليد مين؟ على ليد 2. ليش ليد 2؟ لانه هيك اتجاه السهم تاعها، وقلنا الكاميرا تاعتها هون، فهي اللي جاي بنفس اتجاه مين؟ الاكشن بوتنشال تاع الهارت، فهي اقرب اكثر واحده ممكن تعطيني صوره صحيحه عن الالكتريكال اكتيفيتي تاعت الهارت. طيب قلنا الاس اي نود هاي شرحناها، ما قاعدين بعيدوا فيها لانه من 60 ل من 40 ل 60 ومن 20 ل 40 من هذا الحكي. قلنا بالاي سي جي احنا ما بنشتغلش، بنقولش انه والله البي ويف هي الكونتراكشن تاع الاتريوم، احنا بنحكي الكتريكال. فالبي ويف، فخلينا نستخدم مصطلحات الديبولاريزيشن او الريبولاريزيشن. ديبولاريزيشن معناها الكتريكال ستيميوليشن، بينما الريبولاريزيشن هي بتعني الكتريكال ريلاكسيشن. طيب الديبولاريزيشن شو راح يؤدي؟ بيؤدي الى سيستولي. شو يعني سيستولي؟ اللي هو الكونتراكشن، والريبولاريزيشن يؤدي الى الدياستولي او الريلاكسيشن. ما بصير اقول والله البي ويف تمثل الكونتراكشن تاع الاتريا. طيب هسا قلنا الهارت من او المسيطرين على الهارت اللي هم الاس اي نود والافي نود والبيركنجي فايبرز، هذول ما بدهم حدا يقول لهم اشتغلوا، بيشتغلوا لحالهم لانه عندهم خاصيه الاوتوماتيسيتي. لكن ممكن في اشياء تاثر على ايش؟ على الهارت ريت. مثل مين؟ زي السمباثيتك والباراسمباثيتك. فالسمباثيتك شو شغله على الهارت؟ بيزيد الهارت ريت وبيزيد الكونتراكتيليتي تاعت الهارت. طبعا هذا من واحد من اهم هرمونات اللي هي النور ابينفرين. في عندنا كاتكلومايز كمان زي الدوبامين. بينما في الباراسمباثيتك ستيميليشن شو شغل على الهارت؟ بتقلل من الهارت ريت وبتقلل من الميوكارديال كونتراكشن. واحد من اهم الهرمونات اللي بتطلع فيها اللي هي الاسيتيلكولين. والفيجاس نيرف لمين تابع قلنا؟ للسمباثيتك ولا الباراسمباثيتك؟ للبارا. معناته لما يتحفز الفيجال نيرف ستيميليشن شو بيعمل لنا بالهارت ريت؟ بقلل الهارت ريت. طيب قبل ما ابلش بالالكتروكارديوغرافيك مونيتورينج خلينا نتذكر انه الكاردك اوتبوت شو يساوي؟ بالضبط الستروك فوليوم ضرب الهارت ريت. قلنا ما انه هاي اساسيات الرياضيات، اذا كان في عندك معادله يفصل بيناتهم اشاره المساواه، وهنا في عندي الضرب اللي هي ستروك فوليوم ضرب الهارت ريت، معناته هذول التو فاريبلز هذول بتناسبوا طرديا مع مين؟ مع الكاردك اوتبوت، مع انه اللي بيفصل بيناتهم اشاره الضرب. فكل ما زادت الستروك فوليوم، شو تعريف الستروك فوليوم؟ قلنا اللي هو قديش بيطلع بلد في كل انقباض للفنتريكلز. ماشي؟ بينما الهارت ريت اللي هو عدد النبضات في الدقيقه،
فانا لما اضرب قديش بيطلع الدم في كل انقباض ضرب عدد النبضات او عدد الانقباضات في الدقيقه، شو بده يطلع معي الكاردك اوتبوت واللي هو تعريفه قديش القلب بيطلع دم في الدقيقه، ماشي؟ هذا هو الكاردك اوتبوت. هسه قلنا انه هذول بتعاملوا او العلاقه بينهم وبين الكاردك اوتبوت علاقه طرديه، ما عدا الهارت ريت بوصل لحد معين في الغالب 170 او 180، ما فيش يعني شيء ثابت بقول لك والله فوق هذا العدد، لكن هذا الغالب عند الناس، يعني انه اكثر من هيك بصير عندهم ايش؟ بقل عندهم الدياستوليك تايم. شو يعني الدياستوليك تايم او الفيلينج تايم؟ يعني انه ماشي الهارت ريت قاعد بيزيد فالقلب قاعد بينقبض، لكن بنفس الوقت بظلش عند بظلش في وقت للهارت انه يتعبى دم. فهو لما ينقبض شو قاعد بينقبض؟ بينقبض وهو فاضي، فشو راح يصير بالكاردك اوتبوت؟ راح يقل. بالضبط راح يقل. فهاي المعادله صحيحه لحد معين من الهارت ريت، وقلنا انا بالنسبه اللي شفته ما بين 170 ل 180. وهذا اذا اي حدا بروح على الجيم مثلا ويشتغل، خلي الهارت ريت تاعه يشتغل يوصل لهون، اذا وصل بهذا الرينج ممكن يبلش يحس بدوخه او يصير عنده تشست بين. السبب انه بقل البيرفيوجن يا للبرين يا للهارت وبصير يحس بهاي السيمتومز. طيب هسه بنيجي لهاي السلايد اللي هي بتحكي لنا عن الالكتروكارديوغرافيك مونيتورينج. فاحنا الكاردك مونيتورينج وظيفته اني دائما اظل مراقب الهارت، الهارت ريت والريثم. وكل الاجهزه المونيتورينج بتعتمد انه لازم يكون في عندك شاشه، ولازم يكون في عندك الكيبلز هي هم الاسلاك، ولازم يكون عندك الالكترودز اللي هم بنحطهم على اللمس او بنحطهم على التشست. انواعها في عندنا ال 12 ليد اي سي جي اللي كلنا بنعرفه، في عندنا الكونتينوس مونيتورينج اللي هو نوعين، الهارد واير. زي الهارد واير شو قلنا؟ الهارد واير بتكون الشاشه جنب المريض وفي اسلاك موصوله مباشره من الشاشه على صدر المريض، هذا بنسميه هارد واير. بينما التليمتري، بالتليمتري مثلا بكون تقريبا زي هاي الصوره، مع انه هذا جهاز الهولتر، لكن التليمتري نفس المبدا. التليمتري بيكون في عندي الكترودز على على صدر البيشنتس، بكون موجود معاه جهاز، بس هذا الجهاز الموجود مع البيشنتس مش للتسجيل، هذا عشان يرسل الموجات لمين؟ لا المونيتورز. مونيتورز بتكون موجوده، يا بتكون ممكن تكون موجوده جنب البيشنتس، لكن في الغالب بتلاقيها موجوده على الستيشن، وفي وحده مخصصه لمراقبه كل الناس الموضوعين على تليمتري. في عندنا كمان نوع ثاني بنسميه كونتينوس امبيولاتوري مونيتورينج. شو يعني امبيولاتوري؟ يعني هو البيشنتس طالع من المستشفى، ماشي؟ هذا بنسميه امبيولاتوري، يعني بدي اراقبه هو مش داخل عندي في المستشفى. فهنا في عندنا نوع اللي هو الهولتر مونيتورينج زي اللي موجود في هذا الصوره. الهولتر مونيتورينج بنحط الالكترودز على صدر البيشنتس، وفي عندي هذا الجهاز، هذا الجهاز شو بيعمل؟ بيسجل الريت والريثم تاع البيشنتس لمده ما بين 24 ساعه ل 48 ساعه، ماشي؟ فبعد هيك بنقول له راجع الدكتور بعد ما نراقبه، بيجي فالدكتور بتطلع شو الارثميا اللي صارت. هاي نستخدمها في حال انه البيشنت صار معاه ارثمياز لكنها مش كثير فريكوينت. بيقول لنا والله انا حسيت انه صار معي زي بالبيتيشن، كم مره صارت معك؟ قال والله خلال الاسبوع الماضي صارت معي مرتين. فاحنا ممكن احنا نعطيه هذا الجهاز. في عندنا كمان جهاز الوايرلس موبايل مونيتورينج، وهذا تقريبا بيشتغل زي مبدا عمل التليمتري. فبكون في عندنا الكترودز على البيشنتس ومشبوكات باب على الايفون او على التليفون، وبصير يرسل هذا الرثم لمكان بعيد. هذول اللي حكيناهم قبل شوي. الهولتر قلنا بيعطي من 24 ل 48 ساعه، وقلنا بتنعطى للناس اللي مثلا عندهم ديسريثمياز مالتيبل تايمز ان ا داي. في عندنا نوع ثاني اسمه event or continuous loop monitoring.
هذا جهاز تقريبا نفس مبدأ عمل الهولتر، لكنه مش بشكل مستمر انه بيعمل تسجيل. هذا بس البيشنتس لما يحس انه صار في عنده اعراض بيكبس على زر على البوكس الموجود عنده على جسمه، فبصير يسجل بالهارت ريت او بالريثم، وهذا ممكن صلاحيته تمتد لمده شهر. فهو هذا تسجيله مش مستمر، هذا تسجيله لما البيشنت يحس مثلا بالبالبيتيشن، فبيضغط على زر التسجيل المريض بصير يسجل له في الريثم والريت تاع الهارت. الامبلانتابل هذا بنزرع تحت الجلد سبكوتينوسلي، وهذا ممكن يظل يسجل continuous ECG monitoring بدون أي تدخل من البيشنت، ممكن يظل يسجل لمدة 14 شهر. وهذا طبعاً بتنعطى مع الناس مثلاً اللي عاملين cardiac transplantation، الناس اللي مثلاً عندهم اللهم صل على سيدنا محمد شو بسموها الأرثميز ما بتيجي very quick يعني very frequent يعني نادراً، والله أنا بالشهر تأحس مرة يصير معي أرثميز، فممكن كمان يحطوهم عليه. Monitoring leads قلنا في عنا 3 electrode system وفي عنا 5 electrode system وفي عنا 12 leads ECG وعنا 15 lead ECG. بالنسبة لل 3 electrode system هذا اللي بالصورة هون، قلنا الرايت arm بتكون هون، الليفت arm بتكون هون، والليفت lower أو الليفت leg تنحط على الصدر تقريبا تحت ال point of maximum impulse أو تحت الأبكس تاعت الهارت. بالنسبة لل 5 electrode system قلنا snow over grass الأبيض فوق الأخضر، smoke over fire brown in the middle، تمام؟ فهذا البراون هون، عشان هيك أنا حطيت هاي الجملة snow over grass smoke over fire brown in the middle chocolate close to the heart. شو يعني chocolate close to the heart؟ يعني خلاص انت مع انك عرفت انه هذا اللون الاسود هو تشوكليت هو اللي قريب على الهارت، فخلاص وعرفت انه الاسود لازم يكون فوق الاحمر، عرفت انه هذول من جهه الليفت سايد، فصفى السنو اوفر جراس هما في الجهه المقابل. طيب relationship of ECG complex lead system and electrical impulses. هسه خلينا نتفق على شغله، خلينا نتفق عليها. ال 12 lead ECG قلنا في أربعة أو عشر أماكن بتنحط عليها الإلكترود، صح ولا لا؟ بتحط أربعة على الأطراف وستة على الشيست، صح ولا لا؟ صح. طيب الأربعة اللي بتنحط على الأطراف بتشيل واحد منها تاعت الجراوند، بتصفي منها ثلاث. هاي وين بتنحط؟ مش كيف بسجلها الاي سي جي، هاي وين بتنحط الاشياء على جسم البني ادم. فهذول الثلاث اللي بنحطه على جسم البيشنتس اللي هم الرايت ار، واحد على ايده اليمين، واحد على ايده الشمال، واحد على رجله الشمال، هذول بيطلع لنا الليمب ليد. الليمب ليد هذول من شروطهم انهم او من خصائصهم انهم باي بولر. شو يعني باي بولر؟ انهم ثنائيه القطب، لازم تنتقل الشحنه من النيجاتيف لمين؟ للبوزيتيف. يعني بين قوسين لازم يكون في عندي انا قطبين عشان تطلع عندي الليد او الشحنه او الالكتريكال اكتيفيتي الموجوده في هاي الليمبليد. فبالليد 1 هاي الليد 1 تنتقل من الرايت ارم لوين؟ لليفت ارم، تمام؟ هذا راس المثلث. بما انها بتنتقل من الرايت ارم فبالليد 1 هي راح تكون الرايت ارم راح تكون هي النيجاتيف، وبالليفت ارم راح تكون البوزيتيف. هذا البوزيتيف تاعها وين موجود؟ هون. بالليد 2 تنتقل من الرايت ارم الشحنه، هاي الليد 2 تنتقل من الرايت ارم الشحنه هاي النيجاتيف، وهون بتيجي البوزيتيف تاعت الليد 2، تمام؟ بالليد 3 بتنتقل الشحنه من الليفت ارم لليفت ليج، فهون بتكون البوزيتيف تاعتها.
طيب شو هون أنا استفدت؟ استفدت دائما ما بتطلع على النيجاتيف، بتطلع على البوزيتيف. شو بدك تطلع تعمل فيها البوزيتيف؟ تعرف وين وين الكاميرا موجودة تاعت هاي الليد، يعني كيف بدي أصور القلب، وين بدي أحط الكاميرا، بتحطها مكان البوزيتيف. فالليد 1 هون البوزيتيف تاعها، هون موجود الكاميرا تاعتها وقاعدة بتطلع على الهارت من الليفت سايد. الليد 2 والليد 3 الكاميرات موجودة تاعتهم وين؟ هيهم inferiorly قاعدات بتطلع على الهارت من الجهة السفلى. ماشي؟ هسه بضل عندنا مين كمان؟ chest lead. chest lead وين ما بنحطه تنحط الكاميرا تاعتهم. فأنا قاعد بحط واحدة على ال fourth intercostal space على ال right costal على ال right sternal border، والثانية على ال left sternal border. بعدين بحط ال 4 V4 اللي هي بتنحط على mid clavicular line، على ال mid clavicular line، نعم، على ال fifth intercostal space على left side طبعا، وال V5 على mid axillary line، وال V6 على مش على mid axillary سوري على anterior axillary line، وال V6 على mid axillary line. فوين انت بتحط الكاميرا قاعد بتصور بالهارت؟ كيف يعني؟ هاي ال V1 وال V2 قاعدين بيصوروا لي هنا موجودات، قاعدين بيصوروا مين؟ ال septum of the heart. ال V3 وال V4 قاعدين بيصوروا مين؟ بيصوروا ال anterior of the heart. V1 و V2 septum، V3 V4 anterior، وال V5 و V6 قاعدين بيطلعوا على الجهة مين؟ على الجهة الشمال تاعت ال heart. بالضبط، left lateral. ماشي؟ فصفى عندنا ال left lateral V5 و V6 بالإضافة لمين؟ لليد 1 صح؟ الأنتيريور مين قلنا؟ V3 V4 والسبتال V1 و V2 والإنفيريور، الإنفيريور المين اللي بتطلع على الهارت من تحت؟ اللي هم الليد 2 وليد 3. طيب 6 والثلاثة تاعون الليمب هذا 9، ظل ثلاثة، مين هم؟ الأوجمنتد، الAVR والAVL والAVF. هذول محسوبات على مين؟ محسوبات على اليونيبولر أحادية الشحنة، فإلهم موجب بس. الـ AVF الموجب تاعها وين؟ عند الـ lead 2 والـ lead 3، فهي قاعدة تتطلع على الهارت inferiorly، تتطلع على الهارت من تحت. فهي صارت إحنا اللي بتطلع على الهارت من تحت الـ lead 2 والـ lead 3 بالإضافة لمين؟ للـ AVF. الـ AVL من left lateral البوزيتيف تاعها حتى موجودة هون، ماشي؟ فهي قاعدة تطلع على الهارت كمان من وين؟ من الليفت لاترال. فصفى أنا عند الليفت لاترال شو متطلع عليها؟ V5 V6 والليد 1 بالإضافة لمين؟ للـ AVL. صفي عندنا الـ AVR وهي بتطلع على الـ right side وما بنعتمدهاش لحالها. بقدرش أقول الـ right side تاع الهارت إنه في مشكلة بناء على الـ AVR، لازم أعمل للـ patients إيش؟ right sided ECG. كيف يعني right sided ECG؟ بحط اللي على اليدين زي ما احنا متعودين، الرايت على الرايت والليفت على الليفت، والليفت arm على الليفت arm قصدي، والليفت ليج على الليفت ليج، والرايت الرايت ليج على الرايت ليج. اللي بصير خربط فيهم مين؟ الشيست ليد. ال V1 بتصير على الليفت external border على الفورث intercostal space، ال V2R بتصير على الرايت external border على fourth intercostal space، بنوط على ال V3 بحط ال V4 mid clavicular line على fifth intercostal space تاعت ال right side، وبعدين أنا بحط ال V3 بين ال V2 بال V4، بعدين بحط ال V5 على anterior على right anterior axillary line على fifth intercostal space، وبعدين أنا بحط إيش؟ ال V6 على الميد اكزيلري لاين اللي من جهه اليمين على الفيفث انتركوستال سبيس. فهذا احنا بنسميه رايت سايدد اي سي جي. في بعض المرات احنا في عندنا ايش؟ 15 ليد اي سي جي. شو يعني 15 ليد اي سي جي؟ يعني بدنا كمان ثلاث ليدات. ايش هم ثلاث ليدات اللي اجن؟ في 7 في 8 في 9. هذا لو وين بنحطهم؟ بنلف البيشنت او بنخليه قاعد، بنحط ال V7 على ال posterior axillary line،
ال V8 بحطه على mid scapular line وال V9 بحطه على الرايت بتكون ايش هي على الليفت بوردر تاع مين تاع الفيرتبرا تاع العمود الفقري طبعا كلياتهم على ايش على الفيفث انتركوستال سبيس هذول وهي ايش هذول وظيفتهم انهم بيعطونا posterior view of the heart يعني اذا شكوا انه patient عنده posterior MI الاصل يعملوا له 15 lead ECG تمام لحتى الان يا جماعه في اي شيء مش واضح لحتى الان تفضلي لا 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 تفضلوا مين كان بده يسال اسال انا تفضلي الثاني كمان اللي بده يسأل يسأل يا جماعة هاي فرصتكم تسألوا طيب أنا بحاجة الأول طيب اسألوا إيه هلأ الرايت سايد تشست ليد نستخدمه بس بحالة إذا كان الهارت أصلاً بالرايت يعني لا. إشي. ولا. لا 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 إذا كان البيشنت عنده رايت لاترال إم آي يعني بالرايت فنتريكل مثلاً فإحنا ممكن نستخدمها من الرايت سايد وطبعا ممكن يستخدموها اذا البيشنت عنده كان ديسبلازيا كان الهارت موجود على الرايت سايد اوف ذا تشست اوكي اي سؤال ثاني خلصنا منها طيب هسه ليش ضروري نعرف وين البوزيتيف الكترود لانه قلنا في ديبولاريزيشن لما تنتقل الشحنه باتجاه البوزيتيف بالديبولاريزيشن بحكي راح تطلع على الاي سي جي بوزيتيف ديفليكشن واذا كانت اتجاهها عكس البوزيتيف هذا بوزيتيف مثلا خلينا نحكي انا على الليد 2 مثلا قاعد بطلع على الليد 2 والشحنه جاي باتجاه البوزيتيف تاعت الليد 2 فراح تطلع عند على الاي سي جي مالها بوزيتيف ديفليكشن زي البي ويف او الكيو ار اس او الار ويف بينما في الريبل في الديبولار خلينا بالديبولاريزيشن إذا الديبولاريزيشن اتجهت الشحنة عكس البوزيتيف شو راح يصير في عندي بالشحنة؟ نيجاتيف ديفليكشن نيجاتيف ديفليكشن ماشي؟ عشان هيك بالجونكشنال هذا الهارت ماشي؟ وهاي الاي في نود هنا وراحت اعطت الاتريوم لورا بالجونكشنال ريثم اعطت الشحنة لورا فهي عكس البوزيتيف تاعت الليد 2 فشو راح تطلع البي ويف؟ في حالات الجنكشنال قلنا تطلع نيجاتيف ماشي هذا في حاله الديبولاريزيشن في حاله الريبولاريزيشن العكس اذا كانت الشحنه خلينا نغير القلم في حاله الريبولاريزيشن العكس اذا الديبولاريزيشن قاعد بمشي باتجاه البوزيتيف راح تصير عندي ايش نيجاتيف ديفليكشن بينما اذا مشت عكس الشحنه حالات الريبولاريزيشن شو راح يصير عندي بالويف بوزيتيف ديفليكشن ماشي كيف يعني التي ويف تي ويف ايش بتمثل ريبولاريزيشن اتريال فينتريكل فينتريكولار ريبولاريزيشن فالفينتريكولار ريبولاريزيشن بمشي عكس اتجاه الفنتريكولار ديبولاريزيشن في الحاله الطبيعيه فالفنتريكولار ديبولاريزيشن مشالي هيك الريبولاريزيشن خلينا اعيد او امسح كل شيء طيب قلنا الديبولاريزيشن تاع الفنتريكل كيف بمشي هيك صح ولا لا هيك اتجاه القلب باتجاه مين بمشي باتجاه الشحنه الموجه بتاعت الليد 2 فالفنتركولار ديبولاريزيشن كيف بده يطلع؟ الار ويف بوزيتيف، وهسه كمان شوي بنحكي عن ليش الكيو ويف والاس ويف طلعوا عندنا نيجاتيف، مع انهم بنحكي عن ديبولاريزيشن تاع الفنتركل. بس احنا خلينا نركز على الار ويف، طلعت عندي بوزيتيف لانه الديبولاريزيشن تاع الفنتركل مشى باتجاه الليد 2، البوزيتيف تاعت الليد 2. طيب الريبولاريزيشن تاع الفنتركل كيف مشى؟ عكس الديبولاريزيشن هيك ماشي معناته كيف راح يبين على الليد 2 بوزيتيف ولا نيجاتيف 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 بدي اشنك حالي
لا بوزيتيف لانه ريبولاريزيشن. ايوه ريبولاريزيشن. فالتي ويف مالها شو طلعت؟ بوزيتيف. بوزيتيف ماشي. هاي وين الاوجمانتد ليد وين البوزيتيف تاعونهم؟ حكينا الاي في ار هون البوزيتيف تاعها، الاي في اف البوزيتيف من تحت انفيريرلي، والاي في ال البوزيتيف تاعها من الليفت لاترال. هذا اللي هو الجست ليد من وين بتعطي الفيو. فقلنا في 1 وفي 2 سبتال، في 3 في 4 انتيرير، وفي 5 في 6 ليفت لاترال. هذا ملخص كل الليد ومنين الفيو تاعتهم. inferior lead 2 lead 3 AVF، left lateral lead 1 AVL V5 V6، anterior septal. هاي كلمة جديدة علينا، جمعوا الانتيرير مع مين؟ مع السبتال، فجمعوا من V1 ل V4. right ventricle كنا بنعمل right sided او ECG، طبعا بتبين عندنا من الفي 4 للفي 5 للفي 6. والبوستيريور فيو لازم نعمل 15 ليد اي سي جي، نعطيها من في 7 لفي 9، او قلنا في بعض او في بعض الدكاتره بتستخدم طريقه ريسيبروكال تشينجز، وهي راح تعرفوها في محاضره الام اي بشكل اكثر. الاكسس تاع الهارت، قلنا الشحنه تاعت الهارت بتنتقل من وين؟ من الـ AV node، من الـ SA node لـ AV node، وبعدين باتجاه مين؟ باتجاه الـ ventricles. هذا محصلة الشحنات الكهربائية اللي بتمشي وين؟ في القلب. فهذا احنا بنسميه النورمال اكسس، جاي لتحت وشوي مايل باتجاه ايش؟ باتجاه الشمال. هيو شايفين؟ فهو داونورد وماشي شوي بجهة الشمال. هذا النورمال اكسس تاع الهارت. إذا صار في عنا أي شيفت، أي انحراف بهذا الأكسس، بقول لك إحنا في عنا مشكلة بهذا الهارت. طيب كيف أنا بدي أحدد الديفيشن تاعت الهارت؟ بروح بطلع على ليد 1 والأي في اف. إذا بتتذكروا المثلث لما رسمناه، أو الأي في اف وين هي؟ هذا الهارت يا جماعة. ماشي؟ الأي في اف من وين بتعطينا فيو؟ inferiorly. والليد 1 وين بتعطينا فيو؟ على اللفت لاترال ولا لا؟ وقلنا المحصله تاعتهم او النورمال اكسس هيك. في كان سؤال كويس من زميل، واحد من زميلاتكم تحكي لي طيب ليش احنا ما اعتمدنا على الليد 2 انه يقول لنا وين الاكسس ديفيشن. هسه الليد 2 لو انا بدي اخذها لحالها بتكون نفس اتجاه انه الاكسس نفسه تاع الهارت، بس اذا صار ديفيشن ما راح تقول لي هل الديفيشن للرايت ولا الليفت ولا اصلا عكس الاكسس. فانا لازم يكون عندي تو ليدز، والتو ليدز اللي بيجي الاكسس بيناتهم بالضبط هم الليد 1 ومين؟ والاي في اف. فالنورمال اكسس تاع الهارت جاي بالضبط بيناتهم زي محصلة الشحنتين، هم نفسهم الـ AVF والـ Lead 1. عشان يكون عندي Normal Access لازم الـ QRS تكون Positive في الـ Lead 1 بالـ AVF. هذا أنا شو بسميه Normal Access. إذا صارت عندي الـ Lead 1 لحالها Positive بينما الـ AVF كانت Negative، فمين اللي سحب الـ Access جهته؟ اللي هو ظل بوزيتيف. مين اللي سحبه بهاي الحاله؟ ليد 1. ليد 1 شو قلنا؟ ليفت. فبصير عندي ليفت اكسس ديفيشن. طيب اذا صار العكس انه الاي في اف هي اللي ظلتها موجبه بينما الليد 1 صارت نيجاتيف، معناها انه الاكسس انسحب باتجاه الاي في اف، يعني راح باتجاه اليمين، فصار في عنده رايت اكسس ديفيشن. اذا الثنتين عندي نيجاتيف فهذا احنا بنسميه indeterminate access، وهنا لازم يعملوا فحوصات اكثر للهارت. دكتور تفضلي. لل AVF اعتبرتها رايت وال AVF هي بتطلع inferiorly. ما اعتبرتها رايت.
انا بعتبرها موجب. انا قلت لك استني استني شوي عشان انا اوضح لك الصوره. هسه اللي قلته انا هاي الاي في اف وهاي الليد 1 صح؟ الاكسس جاي بالنص بيناتهم، فاذا بده يصير ديفيشن يا بصير باتجاه الرايت يا بصير باتجاه مين؟ بصير باتجاه الليفت. وضحت الصوره؟ اذا بده يصير باتجاه الرايت مين اللي بضل بوزيتيف؟ اي في اف. اذا بده يصير له ديفيشن باتجاه الليفت مين بده يضل بوزيتيف؟ ليد 1. ماشي؟ هي ما بتعني انه هي بتعطيني رايت فيو على الهارت، لا، الاكسس راح باتجاهها بس، هذا المعنى. طيب هي من وين من الاكسس؟ وين موقعها من الاكسس؟ هي جاي على الرايت تاع النورمال اكسس، فاذا الاكسس راح باتجاهها كانه تحرك بجهه الرايت، فصار معاه رايت اكسس ديفيشن، فهي ظلتها بوزيتيف. بينما اذا راح باتجاه الليفت فالليفت ظلتها الليد 1، هي طبعا الليفت انا بحكي الليد 1 لان هي باتجاه الليفت، فهي بتعطي او بتقول ان عند البيشنت ليفت اكسس ديفيشن، والسبب انه الاي في اف شو مالها نيجاتيف يعني بعد عن الرايت راح باتجاه الليفت، والعكس من ناحيه اللي هو الرايت اكسس ديفيشن. وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت. طيب اذا بتتذكروا قلنا اسباب الليفت اكسس ديفيشن ايش هم؟ الهايبرتروفي. وين هي الاكسس؟ بتطلع وين الاكسس؟ هي هنا. قلنا الهايبرتروفي تاع مين؟ ما انه ليفت لازم يكون الهايبرتروفي بمين؟ بالليفت فينتريكل. وكمان بايش؟ ليفت بندل برانش بلوك، ومين كمان من الليفت سايد؟ الانفيريور وور ام اي. بينما اذا كان في عندي رايت اكسس ديفيشن بكون في عندنا رايت بندل برانش بلوك، رايت فينتريكولر هايبرتروفي او انلارجمنت، وقلنا انه الرايت سايد تاع الهارت او تاع اللي هو الرايت فينتريكل تاع الهارت وين جاي؟ هو اللي جاي بالجهه الاماميه، فالبيشنت بتلاقي معاه انتيريور وول ام اي. ماشي يا جماعه؟ عرفنا شو الاسباب؟ تفضلي. هلا الاسباب انا مو فاهم يعني التفسير لهم انه ليه هيك صار بهذا المرض. انسي الاسباب، هاي يا جماعه هذا انتم لهسه بتفكروا حالكم ماخذينه انه ادفانسد، هذا ولا شيء، والله بعض المرات بتلاقيني بفتح الاي سي جي وبقول شو هالطلاسم هاي. فاحنا هاي الاسباب كيف تتغير هاي صعبه علينا، انا منه علي في كثير اشياء بقراها والله ما بفهمها لما يحكوا لي، مثلا قبل يومين اسماعيل بيسالني بقول لي دكتور ليش البي ار سيجمنت بصير لها ديبريشن في حالات ال اتوقع قال لي كاردياك تامبونيت. قلت له والله بصراحه ما بعرف ليش، لكن هي فعلا من اي مشكله بالبيريكارديال ديزيزز بصير فيها ديبريشن. ولقيت له تفسير وما فهمتوش، بعثت له اياه التفسير زي ما لقيته بعثت له اياه. ففي اشياء احنا صعب علينا نفهم كهربائيه القلب ليش بالضبط بتصير هاي، بتصير لها ديفيشن. لكن اتوقع من ناحيه الديفيشن تاعت الاكسس من جهه الاكسس، فانت قاعد تحكي لي الهارت، هذا الهارت خلينا نحكي بالله الليفت اكسس ديفيشن. قلنا الليفت اكسس ديفيشن معناها انه يا بكون عنده الليفت بندل برانش بلوك، يعني هاي الليفت اللي بتغطي الليفت فنتركل مالها اكس عليها مش مشتغله، فالشحنه بالاول راح تكون باتجاه مين؟ الفنتركل. بعدين كل الشحنات وين راح تروح؟ باتجاه مين؟ باتجاه الليفت فنتركل. مستحيل انك تخلي الليفت فنتركل بدون شحنات. بالاول راح توصل الرايت فنتركل عن طريق الرايت بندلز، وبعدين كل الشحنات راح تتجه باتجاه الليفت فنتركل اللي فيه اصلا كمان هايبرتروفي، فاخذ شحنات او زي بده جهد اكثر من الشحنات، فهذا اللي عمل عند البيشنت left axis deviation، والعكس صحيح بحالة right axis deviation. مش كل شيء يعني في الاي سي جي يعني راح نفهمه بصراحة يعني، لكن احنا نفهم هاي البيسكس وكثر الله خيرنا. طيب قلنا من ناحية الدبولاريزيشن اذا الشحنة الكرنت تتجه باتجاه البوزيتيف بيطلع عندي positive deflection،
وإذا شحنة الديبولاريزيشن بتبعد عن الإلكترود الموجب بيطلع عندي نيجاتيف ديفليكشن، صح ولا لا؟ صح صح. وأنا بدي صح. واحد بس يقول لي يكون صح صح معي. طيب بالريبولاريزيشن، الريبولاريزيشن قلنا العكس، الريبولاريزيشن العكس. طيب هسه هاي الليد 2 احنا اللي بنعتمد هالليد 2، طلعت الاس اي نود الامبلس وراحت باتجاه وين؟ بهيك الاتجاهات، باتجاه مين؟ البوزيتيف تاع الافي نود، باتجاه البوزيتيف تاعت الليد 2، صح ولا لا؟ فعلى الليد 2، الليد 2 شو بتكون البي ويف؟ بوزيتيف. بوزيتيف بالضبط. طيب هسا ليش الكيو ويف مع انها ديبولاريزيشن بتطلع عندي نيجاتيف؟ لانه اول شيء لما توصل الشحنه اللي هو السبتم اللي بين الفنتريكلز راح تنتقل الشحنه من الليفت للرايت، يعني بتوصل الليفت قبل الرايت. السبب ليش طبعا بتوصل الليفت قبل الرايت؟ من الاي في نود يا جماعه، إذا بتطلعوا الـ AV node في إلها 2 circles، ماشي، توصلها الشحنة من الـ internodal pathways. بعدين في عندها طريقين، في طريق السريع وفي طريق الـ slow، طريق البطيء. طريق السريع باتجاه مين؟ الليفت. والطريق البطيء باتجاه مين؟ اتجاه الرايت، ماشي. فهذا السبب إنه بوصل الليفت قبل الرايت. فلما توصل الليفت وبعدين بدها تنتقل للرايت، اجت بهذا الاتجاه، صح؟ عكس مين؟ عكس اتجاه تاع الليد 2، فصار في عندي انا نيجاتيف كيو ويف نزلت لتحت. هي ماشي؟ ماشي يا جماعه ولا مش ماشي؟ طيب بعدين كل الالكتريكال اكتيفيتي بتنتقل من بوث بندلز باتجاه الفنتريكلز، فشو بصير عندي؟ هاي هي قاعدة تنزل لتحت باتجاه مين؟ باتجاه البوزيتيف. فشو بده يصير في عندي؟ الار ويف، هيها الار ويف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. خلصنا من الار ويف، بضل عندنا شوية مناطق من الهارت، هذول بتأخروا تا يصير في عندهم ديبولاريزيشن، بتطلعوا هذول المناطق كل اتجاه الاكشن بوتنشال تاعهم ماله عكس قاعدات ببعدن عكس البوزيتيف تاعت الليد 2، عشان هيك انا بتطلع عندي الاس ويف مالها الاس ويف مالها نيجاتيف نيجاتيف بالضبط. خلصنا الديبولاريزيشن تاع الهارت، صفى عندي مين؟ الريبولاريزيشن تاع الهارت، والريبولاريزيشن تاع الهارت قلنا بيمشي عكس اتجاه الديبولاريزيشن، فقاعد بيمشي بهذا الاتجاه. وانا عندي هذا البوزيتيف، وقلنا بما انه ريبولاريزيشن وبمشي بمشي عكس الموجب، شو راح تطلع عند التي ويف؟ بوزيتيف. ماشي، فاويف اوف ريبولاريزيشن تنتقل بالضبط. فالشحنه الريبولاريزيشن اذا قاعده بتبعد عن البوزيتيف الكترود بتاعت الليد 2 في هذه الحاله راح يطلع عندي بوزيتيف ديفليكشن، عشان هيك طلعت عندي انا التي ويف. فهمنا كل الويفز تاعون الاي سي جي ليش بتطلع؟ دكتور بدي اسال عن الاس، كيف ليش صارت يعني نيجاتيف الاس؟ ما كنت سامعه. ما كنت سامعه ولا ما كنت سرحانه؟ لا والله لا، بس انقطع شوي صوت. انقطع نفسك. طيب ماشي، هسه الاس ويف اول إشي الشحنه بتيجي لليفت باندل قبل ما تروح للرايت بندل، ماشي، بالاول بتيجي لللفت بعدين بتنتقل باتجاه ال احنا قاعد بحكي عن الكيو. الاس ويف يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد، انه قلنا في مناطق في الهارت بصير لها ليت ديبولاريزيشن، هي هيك سبحان الله، هي اخر مناطق بوصلها الشحنات، وهاي المناطق اللي هي اخر شيء بوصلها الشحنات كيف الديبولاريزيشن تاعها؟ طلع كيف؟
هاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة، كل اتجاه الاكشن بوتنشال تاعهم ماله عكس اتجاه البوزيتيف الكترود تاع مين؟ تاع الليد 2. فشو راح يطلع عندي؟ نيجاتيف ديفليكشن اللي هي احنا سميناها الاسويف. ماشي، وضحت ولا ما وضحت ولا خربطتك بزياده؟ لا لا وضحت خلاص تمام. يلا ممتاز. هسا في شيء مس كمان نسميها الار ويف. تعال اطلع على الفي 1 والفي 2 بتلاقي الدوميننت هي الاس ويف. كل ما انتقلت باتجاه الفي 5 في 6 بصير الترانزيشن انه الار ويف هي الدوميننت. شو يعني بقصد فيها الدوميننت؟ يعني مين الاطول؟ اذا الار ويف اطول من الاس ويف احنا بنسميها بوزيتيف كيو ار اس. ماشي طبعا ضبطوا لي اياها هاي. خلينا اعيد عشان طيب. قلنا في عندي مصطلحين بوزيتيف كيو ار اس ونيجاتيف كيو ار اس. شو يعني بوزيتيف كيو ار اس؟ انه الار اطول من الاس. طيب شو يعني نيجاتيف كيو ار اس؟ انه الار اقصر من الاس. بالفي 1 في 2 الطبيعي انه يكون في عندي نيجاتيف كيو ار اس، انه الاس هي تطلع على الاس اطول بكثير من وين؟ من الار. هذا بالفي 1 في 2. كل ما اتجهت باتجاه الفي 5 في 6 شو بصير في عندك؟ بصير في عندك الـ R أطول من الـ S، وبالتالي بصير عندك أنت QRS خصوصاً بالـ V5 و V6. هذا الطبيعي. ليش؟ لأنه الـ V5 و V6 هم اللي قاعدين بيعطوك صورة أو أقرب إشي باتجاه الـ Ventricles، خصوصاً الـ Left Ventricle اللي هو أكبر من الـ Right Ventricle، فهم راح يطلع عندهم الـ Wave بتاعت الـ R أطول من الـ S. فالطبيعي أنه بتبلش أنت من V1 لـ V2 الاس اطول، كل ما انتقلت باتجاه الفي 5 في 6 بصير عندك الار اطول وبالتالي بتكون بوزيتيف. تمام 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 اوكي. هسه البي ويف قلنا عنها انها دائما بوزيتيف وهي سموثلي راوندد. كي ويف يا بتكون absent أو بتكون small صغيرة نازلة تحت وأقل من مربع صغير. الـ R wave بتكون موجبة في الـ V5 في 6 وفي الـ limb bleed ما عدا طبعا الـ AVR، بينما بالـ V1 و V2 تقريبا بتكون هي small wave يعني صغيرة. الـ S wave العكس، تلاقيها small or absent بالـ limb bleed، بتكون طويلة بالـ V1 بتصير تقصر باتجاه الـ V6. بالنسبة للـ ST segment شو خصائصها؟ إنها تكون مالها isoelectric شو يعني isoelectric؟ قلنا هاي في عندي P Q R S T، وبعدين أنا في عندي الـ second beat أو second impulse Q R S T. فال isoelectric line إن برسم خط ما بين مين ومين؟ ال P لا next P. فال T wave أو ال ST segment sorry شو لازم تكون على الخط isoelectric line. فقلنا يعني إذا بدي أعتبرها elevated أو depressed لازم تكون أكثر من مربع صغير. يعني إذا بنعتبر إنه فيها مشكلة أو اختلاف عن طبيعي أكثر من مربع صغير، وفي بعضهم بيقول لك أكثر من مربعين. هذا ملخص كل اللي حكيناه، كيف خصائص الويفز تاعون الإي سي جي. طيب قلنا الإي سي جي مكون من بي ويف، كيو آر إس، تي ويف، وبعض المرات ممكن تطلع لنا يو ويف. وفي عندنا كمان إحنا سيجمنتس أو انترفلز، بي آر انترفل، في ناس بنادوها PR segment،
في عندنا ST segment, QT interval, والTP والPP interval. هسه راح نيجيهم إن شاء الله. الأهم من هيك كيف تحسبهم. فالPR interval قلنا بأخذها من بداية الP لبداية الQ. ماشي؟ هاي هي الPR interval. يعني ما حدا يقول لي والله الPR من هون لعند هون. لا هذا غلط. هذا الحكي غلط. لانه راح تطلع معك البي ار اكثر من 0.2 وبالتالي انت راح تقول والله هذا البيشنت عنده نوع من انواع الهارت بلوكس فغلط فالبي ار انترفال قياسه من بدايه البي لبدايه الكيو زي ما قلنا هاي البي ار سيجمنت وفي عندنا الكيو تي انترفال اللي هي من بدايه الكيو لنهايه التي في عندنا الاس تي سيجمنت اللي هي من عند الجي بوينت او من نهايه الاس لبدايه التي هاي الاس تي سيجمنت والكيو ار اس اللي هي من بدايه الكيو لنهايه الاس هاي احنا بنسميها الكيو ار اس هاي بصوره اكثر قلنا الاي سي جي مكون من مربعات كبيره ومربعات صغيره واذا اتجهنا احنا باتجاه افقي احنا بنمشي باتجاه ايش او شو قاعد بنحسب تايم احنا قاعدين نمشي بالوقت واذا طلعنا طلوع احنا قاعد بنحكي عن ايش فولتج والفولتج ينقاس بالمليتر بالمليتر بالمليمتر او بالملي فولت طيب هسه عندنا احنا لو نطلع على الاي سي جي بتلاقي في عندي مربعات كبيره في عندي مربعات صغيره المربع الكبير باتجاه التايم كم مربع صغير فيه خمسة بالضبط فطول المربع الكبير 0.2 ماشي 0.2 تقسيم 5 بصفي عندي كل مربع صغير قديش 0.4% بالضبط 0.04 سكند كل ما انت مشيت لفوق هذا يعتبر 1 مليمتر او 0.1 ملي فولت قلنا each small box بتمثل 0.04 second وكل large box بيمثل 0.2 second. لما أجي أنا أحسب أو الheart rate إذا كان regular شو منقول؟ بدي أشوف كم مربع صغير أو كم مربع كبير بين ال RR interval وأقسم 300 على هذول المربعات أو على عدد على هذول العدد المربعات. طيب ليش؟ من وين جبنا 300؟ لأنه كل 300 مربع كبير شو بمثله؟ 1 minute ضربت 300 ضرب 0.2 اللي هو مدة كل مربع كبير بيطلع عندك 60 second طيب المربعات إذا بدي أمشي أنا بدي أستخدم طريقة المربعات الصغيرة بروح بقول 1500 تقسيم إيش؟ عدد المربعات الصغيرة اللي ما بين الـ RR interval صح ولا لا؟ طيب الـ 1500 هاي من وين جبناها؟ لو ضربنا الـ 1500 ضرب 0.04 second اللي هي مدة المربع الصغير تطلع عندي قديش؟ 60 اللي هي 60 ثانية ماشي؟ طيب إذا كان عندي الـ rate إيش؟ ما سمعتك شو قلتوا؟ طيب ما قلتوا شيء هسا إذا كان هذا إذا كان الهارت ريت ريجولر يا بستخدم اللارج بوكس أو السمول بوكسز طيب إذا كان الهارت ريت الريجولر شو قلنا؟ لازم أعد 30 مربع كبير وأشوف كم آر آر انترفل بينهم أو فيهم وبضرفها في 10 طيب ليش أنت جبت لي 30 مربع كبير؟ من وين جبت لي هاي 30 مربع كبير؟ لأنه 30 مربع كبير قديش بيساوي 30 ضرب 0.2 6 seconds بالضبط 6 ثواني فاحنا عدينا قد كم في امبلس في 6 ثواني عشان هيك احنا بعدين ردينا ضربناهم في 10 فبيطلع انا قديش في عندي امبلسز في 60 ثانية اللي هي 1 مينت البي ويف شو بتمثل الاتريال ديبولاريزيشن وهي مدتها تقريبا من 0.11 سكند باي دوريشن يعني اقل من
ثلاث مربعات صغيرة وحجمها أو طولها لفوق الفولتية تاعتها 2.5 مليمتر. الـ QRS بتمثل ventricular depolarization مدتها less than 0.12 second. less than شو يعني less than؟ يعني أصغر من ثلاث مربعات صغار. إذا أكثر من ثلاث مربعات صغار أو إذا ثلاث مربعات على الرأس هذا عندي مشكلة في الـ QRS. تي ويف شو بتمثل؟ ventricular repolarization. بالضبط. اليو ويف قلنا repolarization of Purkinje fibers وهي نادر تنشوفها. إذا شو كان واحد مثلا ما عندوش أعراض بتكون physiologic normal. إذا البيشنت كان عنده أعراض أو أمراض في الغالب بتدل إنه البيشنت عنده hypokalemia أو heart diseases أو عنده hypertension أو حتى عنده hypertrophy في الهارت. يا أكبر P wave ولا ال U wave؟ ال B. ال T wave. ال P. ال P ولا ال U بالأول؟ ال B. هاي عندي P وعندي T وعندي ال U. مين رقم واحد؟ مين أكبر واحد فيهم؟ T. الرقم اثنين؟ B. B. ثلاث؟ اليو. ماشي، هذا من حسب أو من ناحية الفولتية. شو يعني PR interval؟ مسافة من البيلة. شو معنى PR interval؟ من اللي اشتغل عنده دراجة؟ Polarization للأتريوم والفنتريكل. هي من أول ما تطلع الشحنة من الـ SA node لحتى توصل الـ AV node. تمام؟ فهي الـ onset of atrial depolarization لحتى بداية الـ ventricular depolarization. ماشي؟ هاي هي الـ PR interval. قديش النورمال تاعها؟ من 0.12 لـ 0.20 second، يعني من ثلاث مربعات صغيرة لخمس مربعات صغيرة. small box. ماشي؟ فهي بتمثل الـ SA stimulation atrial depolarization لحتى توصل مين؟ الـ AV node. هاي هي الـ PR interval. QT interval أول شيء من PR من وين لوين قلنا؟ من بداية الـ P لبداية مين؟ كيو. بداية الكيو بالضبط. هيك قياسة. بالنسبة للكيو تي انترفل، هاي الكيو وهاي التي، شو أنا بحكي عنها هاي الانترفل؟ شو شملت؟ شملت الكيو ار اس وشملت التي. فنتريكولار سايكل. بالضبط، اللي هي الفنتريكولار اكتيفيتي، الكتريكال اكتيفيتي. فنتريكولار سايكل. بالضبط، يعني ما بين من اول ما بلشت الفنتريكولار ديبولاريزيشن لحتى خلص الريبولاريزيشن، كل الالكتريكال اكتيفيتي الموجوده وين؟ في الفنتريكل. النورمال تاعها قلنا للمن 0.42 سكند وللومن 0.43 سكند. واذا انت متعاجز تقيسها قلنا كيف تقدر بتشوف الار ار انترفل؟ لازم الكيو تي قديش تكون؟ اقل من النص. ماشي؟ يعني يكون طولها أقل من نص الـ RR interval. الـ RR interval فهي بنستخدمها عشان إحنا نقيس بشكل عام الـ heart rate، وإذا كان في عند اختلاف ما بين الـ atrial والـ ventricular rate فهي بتمثل الـ ventricular rate. الـ PP interval بتمثل الـ atrial cycle أو الـ atrial rate. ماشي؟ to determine الـ atrial rate and rhythm. الـ RR interval من اسمها من الـ R للـ R، بينما الـ PP interval من الـ P لحتى الـ P أو الـ next P.
الاس تي سيجمنت بتمثل ايرلي فينتريكولار ريبولاريزيشن، وقلنا انه هاي لازم تكون ايزو الكتريك. اذا كان فيها ديبريشن، اس تي ديبريشن يعني نازله لتحت نيجاتيف، جهه النيجاتيف زي هاي الصوره. شو بتمثل هاي الصوره؟ ايسكيميا. مايوكارديال ايسكيميا. ايسكيميا بالضبط. ايسكيميا بين قوسين انجينا، صح ولا لا؟ اللي هو نقصان الاكسجين للدم او نقصان البرفيوجن. طيب لما يكون في عندي انا الاس تي سيجمنت تطلعوا هذا الايزو الكتريك لاين، وهي الاس تي سيجمنت مالها الليفيتد. ايوه هذا تمثل ايش؟ كارديال انجري بالضبط، انه هاي بلشنا في مرحله الاكتوال انجري للميوكارديا. هل في علامه ثانيه للميوكارديال اسكيميا؟ التي انفيرجن. ايوه بالضبط تي انفيرجن. فالاسكيميا بتكون عند البيشنتس تي انفيرجن واس تي ديبريشن، بينما الام اي او الانجري بكون عند البيشنتس اس تي اليفيشن. ذكروها منيح، بكره لما او لما نوصل محاضره الام اي راح نحكي عن ايش بنسميه اكيوت كورونري سندروم. اكيوت كورونري سندروم بتضمن الانستابل انجينا. اول شيء انستابل انجينا، لا الاستابل انجينا مش من ضمنها. الاستابل انجينا مش من ضمن الاكيوت كورونري سندروم. الاكيوت كورونري سندروم بتشمل انستابل انجينا نون اس تي بالضبط، اللي هو النون استيمي والاستيمي. شو يعني نون استيمي؟ نون اس تي اليفيتد ام اي، يعني في عندي انجري لكن ما في عندي اس تي اليفيشن. بينما الاستيمي ما اسمها اس تي اليفيتد ام اي، يعني ام اي وبين عندي على اس تي على اي سي جي اس تي اليفيشن. طبعا هاي بتنتقل بالترتيب. الانستابل انجينا بما انه بنحكي عن انجينا، شو راح يبين عندي على الاي سي جي؟ اي برسم دايم دبريشن بالضبط. خلص براجع البيشنت بعمل له اي سي جي بكون عنده اس تي ديبريشن. طيب لو رحنا على الكاردياك انزيمز بتكون مرتفعات بالانستابل انجينا؟ لا ما بيكون، بل لا ما بيكون مرتفعين، ما بيكون مرتفعات لانه الكاردياك انزيمز في حالات الانجري، بس لما يكون في عنده انجري. طيب بالنون استيمي، بالنون استيمي نون اس تي اليفيتد ام اي، هل بيكون في عندي اس تي اليفيشن؟ اسمها بيقول لي نون، معناته ما بيكون في عندي اس تي اليفيشن. بالعكس بيكون عندي نفس علامات الانستابل انجينا اللي هم اس تي ديبريشن وتي انفيرجن. لكن شو الاختلاف بينه وبين الانستابل انجينا؟ انه الكاردياك انزيمز مالهم ايوه الكاردياك انزيمز بيكونوا مرتفعين، فهذا بدل انه هذا البيشنت عنده انجري، فسموها نون اس تي اليفيتد ام اي. في حالات الاستيمي شو بيكون بالاس تي اليفيشن؟ او قال شو بصير بالاس تي اليفيشن؟ شو بصير بالاس تي سيجمنت؟ بصير فيها اليفيشن. ايوه ولو رحت قست الكاردياك انزيم شو بتتوقع تلاقيها؟ اكيد راح يكونوا مرتفعين. طيب شو الفرق؟ الاي اس تي احنا هذول سميناهم اكيوت كورونري سندروم، سميناهم اكيوت كورونري سندروم هذول الثلاثه، لانه احنا قاعدين بنحكي بلشت بانستابل انجينا. اذا ما تدخلنا بسرعه بيشنت راح ينتهي بايش؟ بستمي. فهي مراحل تكون الجلطه هاي، بتبلش يكون البيشنت اول شيء اصلا هو من زمان معروف انه عنده ذبحه صدريه، كل ما يطلع درج بتوجع قاعد بريح، هذا الاستابل انجينا. هذا بكون دال انه في عندي انا كلوت في الارتري، لكن هاي الكلوت مالها هذا الارتري، وهي في عندي انا انجينا، في عندي شويه كلوت مضيقه شويه من الارتري لكنها ستيبل. شو يعني ستيبل؟ يعني هذا الدم اللي بيمشي من الهارت وهو القلب مرتاح جايب له الاكسجين اللي بده اياه، لكن اذا القلب بصير بده يشتغل اكثر في حاله الاكسرسايز مثلا او حاله العصبيه، شو بصير بالدم؟ ببطل يكفي الهارت، فبصير عنده وجع الصدر. بنقول للبيشنت ريح، بروح الوجع او بنعطيه نيتروجليسرين. في حالات الانستابل انجينا
لما يصير في عندي انا رابتشر بهاي الكلوت وصير يجيني كمان بليتس تتراكم هون وقاعد بتكبر الكلوت، شو صار بالدم؟ صار يعني بطل يوصل اكسجين كافي للهارت حتى هو مرتاح، فشو صار في عنده؟ انستابل انجينا. لكنها هذا الدم اللي واصل للهارت نفسه لساته مش عامل لي كومبليت ديبريفيشن اوف ذا اكسجين، ماشي؟ يعني لساته بوصل اكسجين للهارت ماشي مش مكفي، لكن نفس الوقت مش عامل لي انجري. لحتى يصير مثلا عندي نسبه كبيره من الارتري مسكر، وهذا الهارت قلنا مكون من ثلاث طبقات، الارتري الكورونر ارتري جاي على ايش؟ على الابيكارديوم، وهاي الميوكارديوم، وهاي الاندوكارديوم. فاحنا لما يتبلش الاكسجين ينقطع عن من وين بدبلش ينقطع؟ من المنطقه الجوانيه والمنطقه الخارجيه. اول شيء بحس بانقطاع الاكسجين المنطقه الجوانيه الخارجيه البعيده. ليش؟ البعيده، المنطقه البعيده. فهاي بتبلش تصير في عندها شويه ايش؟ نيكروسيس، لكن مش كل الطبقات. فشو بصير عند البيشنتس اللي هي النون ستيمي؟ يعني في عندي منطقه من الهارت فيها انجري، بقيه المناطق لا، والارتري لساته مش مسكر بشكل كامل، فانا صار في عندي اس تي لساتني مرحله الاس تي ديبريشن، لكن ما انه صار في عندي انا شويه انجري ارتفعت الكاردياك انزيمز. طبعا هنا اذا ما دخلنا بشكل سريع وصار في عندي كومبليت ترانسميورال، بنسميها ترانسميورال ام اي، كل هذول الثلاث طبقات صار فيهم نيكروسيس، شو راح يصير بالاس تي سيجمنت؟ راح تنط لفوق، بنسميها الهايبر اكيوت تي ويف. هاي اول مراحل الام اي، باول شيء بصير عندي كيو ويف، التي ويف كثير بيكت بتلحقها الاس تي سيجمنت. فهاي هي اللي بصير عندنا في الام اي، مراحل تطور او كيف تنتقل من اس تي ديبريشن لا اس تي اليفيشن. هاي زياده، لكن يلا هيك ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا منها وراح تريحوني في محاضره الام اي. والله انا بطلع بخترع لحالي سواليف، لو شرحت هسه. طيب نعرف كيف نحسب الهارت ريت؟ في حد عنده اي سؤال على الهارت ريت؟ في حد عنده اي سؤال على الهارت ريت يا جماعه؟ لا حكيناه دكتور. تفضلي. بالنسبه للريجولر مش حكينا من عد 30 مربع كبير؟ يعني انت عندك نضرب بعض صح؟ طيب لا مش عندي مشكله طيب تفضل. شو السؤال؟ اليوم نزلوا، كان في شرح بالعملي عن الاي سي جي، فنزلوا شرح، نزلوا اكثر من اي سي جي على اساس انه نحسب الريجولر، بس في وحده عدد المربعات الكبيره ما وصلت ال 30 اصلا، يعني ليد الوحده. هسه مشكله الريجولر ريثم انه حتى لما نعد احنا 30 مربع بظلها الطريقه مالها مش اكيرت، ماشي؟ طيب انا هسه جاني نصهن بس عندي ل 15 مربع، 15 مربع كبير، 15 ضرب بوينت، شو قاعد بعمل انا؟ ضرب بوينت 2، قديش هذول يساوي؟ 3 ثواني. شو يعني هذا بالضمن؟ نفترض انها من هون لهون 15 مربع كبير، بدي اعد الار ار، 1 2 3، بروح بضربهم كم؟ 3 بالضبط، بضربهم ب 20. لكن هل هاي بتتوقع انها تكون دقيقه او اكيوريت هاي الميثود؟ لا. فكل ما انت قللت المسافه بتصير كمان الطريقه تاعتك اقل دقه. اضرب لك مثال عليها، في طريقه لما احنا نحسب البلس تاع البني ادم، احسن طريقه اني بحط ايدي على الارتري على ايده وبحسب البلس لقديش 60 بمده دقيقه كامله. هاي اكثر دقيق، هاي اكثر طريقه ايش؟ اكيرت. في طريقه ثانيه، شو كنا نقول؟ بتحط ايدك مثلا لمده نص دقيقه بعدين تضرب الرقم العدد الامبلسز اللي طلع معك باثنين. في طريقه كمان لسه اسرع، انه بتحط بتعد عدد الامبلسز لمده 15 ثانيه بتضربهم باربعه،
لكن كل ما قللت الوقت شو صارت بالطريقة مالها صارت less accurate. لكن أنا والله أنا ما جتني الـ ECG ما فيش عندي هيك الجهاز ما طلعش معاه إلا استرب إلا بس 15 مربع كبير بدي أدبر حالي فيهن بدي يعني بدي أحاول أخذ صورة عن الهارت ريت تاعه عرفنا يعني شو هون الكريتيكال ثينكينج يعني بدك أنت يوتيلايز ريسورسز as much as you can. في أي سؤال ثاني على الهارت ريت يا جماعة؟ هاي الكويك ميثود قلنا إنه بتشوف تروح إذا كان طبعاً هاي الكويك ميثود بس إذا كان عندك الإي سي جي ماله ريجولر ماشي فأنت بتروح بدك تدور على كيو آر إس بتبلش على خط سوليد لاين على خط غامق يعني إنه بداية مربع كبير فهاي الستارت نيكست إذا إجت النيكست آر هون على النيكست لاين معناته الهارت ريت عند البيشنت 300 إذا إجت على المربع الثاني معناته الهارت ريت عنده 150 إذا إجت على المربع الثالث 100 إذا إجت على المربع الرابع زي ما هو بهذا الـ ECG قديش الهارت ريت بهنا عند البيشنت 75 اتسترا وبتكمل 60 50 طيب هسا احنا قلنا الهارت ريت ريثم شو خصائصه شو خصائصه عشان اقول انه regular. هذا البيشنت عنده نورمال ساينس ريثم اول شيء لازم يكون ريجولر طيب الهارت ريت يكون بي ويف طيب من 60 ل 100 بالضبط راوند سموث البي ويف ابرايت بوزيتيف والبي ويف راوند بالضبط وانها بتسبق للكيو ار اس يعني بي كل بي يتبعها كيو ار اس يعني بي كيو ار اس ريشيو قديش واحد ولازم اشوف انا البي ار انترفال قلنا النورمال تاعته من 0.12 نعم لا 0.2 وكمان الكيو ار اس شو لازم يكون less than ايوه نارو هذا مصطلح نارو معناها انها point less than 0.12 second less than ماشي الاس تي سيجمنت ما لهوش دخل بالهارت ريت او بالريثم ماشي لا 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 يعني هسه طلع عند البيشنت نورمال ساينس ريثم كل هاي الخصائص حكيناها لكن الاس تي سيجمنت اليفيتد بقول عنه انه هذا البيشنت ما عندهوش نورمال ساينس ريثم لا عنده نورمال ساينس ريثم لكن الاس تي سيجمنت عنده اليفيتد فالاس تي سيجمنت ما لهاش دخل انه هذا الريثم من الاس اي نود ولا من الاتريال ولا من الجنكشنال ولا فينتريكولر الاس تي بس عشان تقول لنا هل البيشنت عنده اسكيميا ولا انجري ماشي يا جماعه تمام سؤال على هاي المحاضره لا يسطا طيب خلينا افتح انا المحاضره الثانيه بارتو. طيب هسا هون انتو بس تقولوا لي وين او خلينا انا امشي عليها وتقولوا لي اذا في بدكم يعني اني اشرح زيادة عن الموضوع قلنا الديسريثميا يا بكون عندنا مشكلة بايش بالفورميشن تاعت الامبولس يا بكون عندي مشكلة في الكوندكشن او ان بوث طبعا هذا راح يسبب مشكلة في الريت في الريثم او بالثنتين طيب والله بس شوية يا جماعة بس استحملوني بس لو سمحتم بس دقيقة طيب
هسا قلنا المشكلة يا بتكون من الفورميشن أو الكوندكشن أو بالثنتين، وهذا راح يؤدي إلى مشكلة في إيش؟ في الريت أو الريثم أو بالثنتين. هسا لما إحنا نحكي نورمال ساينس ريثم، شو يعني ساينس؟ إنه الإمبلس طالع من الأسينود، هذا الطبيعي، لكن ممكن تكون في مشكلة من الأسينود نفسها، وهاي أنواع الأس إيه نود ديسريثميز، يا ممكن يكون في عند الامبلس طالع من الاتريا او من الفنتريكلز او من الثنتين. فالمشكله لما انا احكي شنو على الارثميا بطلع وين الاوريجينيتنج امبلس، من وين جاي، وهسه راح نيجي لخصائصها. طيب في عندنا طبعا احنا قلنا عن معادله الكاردك اوتبوت انه الستروك فوليوم ضرب مين الهارت ريت، وقلنا معادلة هاي العلاقة بين الكاردك أوتبوت وبين هذول التو فاريابلز طردية لحد معين. إذا الهارت ريت زاد راح يصير في عندي إيش؟ الكاردك أوتبوت راح يصير يقل، لأنه يصير في عندي ديكريز بالفلينج بالضبط. فشو مشكلة البراديكارديك ريثمز؟ كيف بقل الكاردك أوتبوت؟ إنه بقل عندي مين؟ بقل عندي الهارت ريت، فقل عندي الكاردك اوتبوت. بينما في التكيكاردك ريثمز ليش بقل عندي الكاردك اوتبوت؟ لانه ما فيش عندي انا فيلينج تايم، وبالتالي الستروك فوليوم اللي راح تقل، وبالتالي راح يقل عندي الكاردك اوتبوت. قلنا مين الكاردك اوتبوت مين المسؤول عنه اكثر؟ الفنتريكلز. فاذا صار عندي مشكله بالفنتريكلز او فنتريكولار ديسريثميا هي اللي بتأثر كثير على الكاردك أوتبوت، وبالتالي بصير عند البيشنس من علاماتها absence of pulse وdecrease بالblood pressure، والبيشنس بصير عنده decrease بالperfusion على البرين، وصير عنده مثلاً زي علامات الانجينا اللي هو بقل الperfusion للheart itself. بينما في حالات الأتريال ديسريثميا هذا ممكن يأثر على الoverall cardiac output بنسبة قديش قلنا؟ 20%. 20% بالضبط. فكل ما انت اتجهت باتجاه الفنتركل كل ما كان الموضوع بخوف اكثر. قلنا دائما اسباب الديسريثمياز انه في عندي irritability في الهارت. الirritability يا بيكون سببها الهايبوكسيا، والشوك ريليتد للهايبوكسيا، الام اي ريليتد للهايبوكسيا كمان، يا بكون سببها طبعا شيء له دخل بالالكترولايت او الميتابوليك امبالانسز مثل الدراج بويزنينج او دراج انجستشن، او بكون في عندي ميكانيكال اريتيشن ان كان ناتج بسبب كونجستيف هارت فيلير مثلا، او بلمونري ديس اوردرز زي كور بلمونيل. فهي كلياتها اللي ممكن تعمل اريتابيليتي في الهارت ويصير وتخلي عند البيشنتس ريسك او انه يصير عنده ديسريثمياز. قلنا ديسريثمياز ان كانت برادي او ان كانت تاكي راح تاثر على مين؟ على الكاردك اوتبوت. فلما البيشنت قلنا يقل عنده الكاردك اوتبوت مين اللي راح يتاثر؟ راح يتاثر الفايتال اورجانز، ماشي؟ راح يتاثر الفايتال اورجانز، وراح يصير في عنده الستريس ريسبونس، وبالتالي راح يطلع عنده الكاتكلومايز تعمل النور ابينفرين، والابينفرين بتلاقي بتزيد الهارت ريت عشان يحاول يعوض، وبتزيد تعمل فيزو كونستريكشن بيريفرالي. فبصير عند البيشنتس اول شيء من اهم مظاهرها الريجولر ريت والريثم بالبيتيشن، بصير عند البيشنتس اعراض الانجينا تشيست نيك شولدر اور ارم بين بسبب انه قل البيرفيوجن للهارت، ديزنس لانه قل البيرفيوجن للبرين، ديسنيا بسبب الستريس وبسبب البيشنت انه ما عندوش اكسجين لانه ما فيش عنده كاردك اوتبوت كافي ينقل هذا الاكسجين لللنجز نفسها وللفيتال اورجانز. البيشنت بسبب هذه اللي قاعد بصير فيه راح يصير عنده اكستريم ريستلسنس، راح يقل عنده ليفل اوف كونشسنس لانه ما فيش قلنا بيرفيوجن للبرين، نمنس اوف ذا ارم، وهي كمان من علامات مين الانجينا، راح يصير في عنده ويكنس فتيك لانه ما فيش بيرفيوجن كمان واصل للبرين ولا لا المسلز السكيليتال مسلز، راح يصير في عنده كولد سكين بسبب قله البيرفيوجن وبسبب البيريفرال فيزو كونستريكشن. البيشنت راح يصير معاه نوزيا فوميتنج
بسبب انه اللهم صل على سيدنا محمد الفوميتنج ريفلكس او فوميتنج سنتر موجود في البرين راح يتاثر بقله البيرفيوجن فالبيشنت بصير عنده فوميتنج ونوزا وكمان بسبب الستريس ديكريز بلاد بريشر بسبب قله الكاردك اوتبوت واكيد راح يصير في عنده ديكريز بالاوتو ساتوريشن لانه ما في بلاد واصل لللنجز وما في اصلا بلاد واصل للاكستريميتي عشان البلس اوكسيميتر يقيس لنا الاوتو ساتوريشن صح. قلنا النورمال ساينس ريثم هذا الطبيعي خصائصه الريت 60 ل 100 والريجولر ريثم وكل بي ويف يكون شكلها دائما كونسيستنت ثابت اللي هو يكون بوزيتيف وتسبق الكيو ار اس لانه في بعض الحالات البي ويف راح تتبع الكيو ار اس. الكيو ار اس تكون نارو يعني less than 0.12 سكند. البي ار انترفال يكون دائما ثابته وتكون طبيعيه من 0.12 ل 0.2 سكند. البي كيو ار اس ريشيو 1 ل 1 البي تسبق الكيو ار اس. هاي هي خصائص ايش؟ خصائص النورمال ساينس ريثم. واذا طلعت على هذا الاي سي جي وشفت الخصائص بتلاقي كل الخصائص موجوده. لو جينا على الهارت ريت 1 2 3 4 مربعات 300 على 4 الهارت ريت تاع البيشنت 75 البي ار انترفال ثابته وطبيعيه الكيو ار اس نرو كل بي شكلها ثابت على طول الاي سي جي وتسبق الكيو ار اس فهي هي وطبعا ريجولر فهي هي خصائص الساينس ريثم هذا النورمال وهذا الجدول اللي بلخصهم. طيب هسه انواع الديسريثميا قلنا حسب وين مصدر المشكله يا بكون عندي المشكله في الساينس نود وهي تنقسم لمشاكلها لا ساينس برادي ساينس تاكي او ساينس ديسريثميا. الساينس برادي كل خصائص اللي هسه موجودات هون طبيعيه ما عدا مين ما عدا الهارت ريت شو بكون اقل من 60 بينما في الساينس تاكي كل الخصائص طبيعيه ما عدا الهارت ريت شو بكون اكثر من 100 في الساينس ديسريثميا كل الخصائص طبيعيه بما فيها انه الهارت ريت طبيعي من 60 ل 100 لكن المشكله وين بكون في الريجولاريتي بكونش الريت ريجولار او بكونش سوري بكونش الريثم ريجولار هاي مشاكل الساينس نود ديسريثميا وما راح اعيدهن يا جماعه ما راح اعيدهن خلص لانها سهله. بالنسبه للاتريال ديسريثميا فهي قلنا سببها من اسمها اتريا اوريجينيت وين المشكله في الاتريا وبتنقسم لا اتريال فلتر فيبريليشن او بي اي سي بريماتور اتريال كومبلكس. وفي عندنا مشاكل تنتج من الجونكشنال اللي هي من الاي في نود هاي سميناها اي في او جونكشنال ديسريثمياز او ممكن مشاكل تنتج من فينتريكلز وسميناها فينتريكولار ديسريثميا وراح نحكي عنهم زي الفي تاج في فيب والبي في سيز وشو كمان والفينتريكولار اسكيب ريثم. قلنا ساينس براديكارديا كل الخصائص طبيعيه ما عدا ايش هارت ريت اقل من 60. طيب علاجها هنا عن العلاج قلنا اذا البيشنت في الغالب ما بتوش اي علاج الا اذا بصير عنده اعراض اذا بين عنده سيمتومز تعاون ديكريز كاردك اوتبوت بتبلش له دائما اي نوع ارثميز المشكله كمان مش بس بلاد وما فيش اكسجين فاسهل لك قبل ما تعطي ميديكيشن اعطيه اكسجين تعطيه اكسجين بتروح بتكمل بقيه العلاج. بالبراديكارديا بيعطوه اتروبين طبعا اذا ما اشتغل الاتروبين ممكن يروحوا يعملوا للبيشنت ايش كاردياك بيسينج اللي هي زي البطاريه وبصير تعطيه امبلسز للهارت. ساينس تاكيكارديا انه الهارت ريت اكثر من قديش اكثر من 100 بقيه الخصائص مالها طبيعيه. قلنا هنا في عندي مشكله انا بالسلايدات صلحوها انه الاصل تكون هاي الجمله اللي هي less than 0.12 سكند. علاجها انه بدنا نشوف طبعا السيمبتومز بالاول بدنا نشوف شو الكوز ونعالجه. ممكن الدكتور يعمل فيجل مانوفر. شو يعني فيجل مانوفر؟ اني اعمل فيجل نيرف ستيميوليشن يعني ممكن اعمل له كاروتيد مساج ممكن نخلي البيشنت ياخذ نفس
ويحبسه ويشد على حاله. فكلياته ممكن تعمل فيجل نيرف ستيميليشن، وقلنا الفيجل نيرف تابع لمين؟ للباراسمباثيتك، فممكن يقلل من الهارت ريت، ممكن يعطيه ادينوسين، او ممكن يعطيه مثلا بيتا بلوكرز او كالسيوم شانل بلوكرز، لانها راح تقلل من الهارت ريت. اذا ما استجاب البيشنت لكل هاي التريتمنت ممكن يعملوا له سينكرونايزد كارديوفيرجن. بالنسبه للساينس ديسريثميا كل الخصائص طبيعيه بما فيها الهارت ريت، وانه الكيو ار اس اقل من 0.12 سكند، وانه البي ويف طبيعيه والبي ار طبيعيه والبي كيو ار اس ريشيو طبيعيه. ايش المشكله في الريثم؟ ماله بيكون الريجل بالضبط. وقلنا في الغالب هاي وين بتحدث؟ في السليبنج مثلا، فبتلاقي او مثلا واحد بيكون اثليت مثلا، فبتلاقي في عنده بالانسبيريشن بيزيد الانترا ثراسيك بريشر، بقل الفينوس ريتيرن، فالهارت عشان طبعا اذا قل الفينوس ريتيرن راح يقل الكاردك اوتبوت، فالهارت عشان نعوض بده يزيد الهارت ريت، فهنا زاد عندي الهارت ريت بحاله الانسبيريشن. العكس بالاكسبيريشن، قل الانترا ثراسيك بريشر فالفينوس ريتيرن رجع طبيعي للهارت، فالهارت رجع يشتغل بشغله طبيعي. في الغالب هذا ما بيطلعش عنده اي اعراض، لانه اللي بالانسبيريشن زادت بتعوضه في الاكسبيريشن. حد عنده اي سؤال على الساينس ديسريثميس؟ طيب اتريال فلتر، اتريال فلتر انه بكون في عندي انا هذا الهارت، بكون عندنا مشكله انه عندي في عندي فصاي اللي هي مجموعه خلايا قاعده اللي هي صارها irritability، وصارت تطلع impulses بشكل او بعدد اكثر من قديش من العدد اللي بيطلعوا الاس اي نود. فهي طبعا ليش الاس اي نود هي البيس ميكر؟ لانه هي اكثر مجموعه خلايا في القلب في الوضع الطبيعي ممكن تطلع هارت ريت او هارت impulses اللي هي من 60 ل 100، عشان هيك هي كانت البيس ميكر. اذا اي خلايا ثانيه صار فيها irritation وطلعت impulses اكثر من هيك هي اللي بتصير البيس ميكر. فهمنا شو السبب يا جماعه ليش بصير عندي الاتريال فلتر او الاتريال ديسريثميا؟ انه مثلا بالاول بالاتريال فلتر في عندي هاي مجموعه الخلايا مثلا صارت تطلع impulses اكثر من الاس اي نود، فهي اللي صارت البيس ميكر تاعت الهارت. هسا عندنا مين؟ الاي في نود اللي هي الجيت كيبر. قلنا الـ AV نود مش كل امبلس بتوصلها بهاي الحالة بدها تمشيها للفنتريكلز، في ممكن تعملها بلوك وواحد منهم تمشيها، ثنتين عملتهم بلوك وهاي راحت مشت وطلعت معها كوارث. فهذا اللي بيميز، طبعا كمان اللي بيميز الاتريال فلتر انه هاي الفصاي اللي صار فيها الريتابيليتي قاعد بتطلع ريت ماله ريجولر. فالاتريال فلتر شو اللي بيميزه؟ انه ريجولر ريت، تعال اطلع على شكله هيو ريجولر ما شاء الله. لكن شو كمان بيميزه؟ ما انها الامبلس مش طالع من الاس اي نود، راح تطلع شكل البي مالها بيكت مدببه، وهي زي اسمها شو قلنا عنه اسمها؟ زي السو توث او زي البيكت فنس. لما تيجي تحسب بي لكيو ار اس ريشيو، قلنا الاي في نود شو هون بتعمل؟ بي بتوصلها ممكن تيجيها أربعة مثلا، لكن هي بتعمل بلوك بس واحد يطلع منها للكيو ار اس. فممكن يكون في عندي انا 2 لواحد، 3 لواحد، 4 لواحد، حسب شغل الاي في نود. قلنا يا اخطر 2 لواحد ولا 4 لواحد؟ 2 لواحد 4 2 لواحد اخطر، لانه معناها الاي في نود مش قايمه بشغلها، مش قاعده بتعمل بلوك صح. هي لازم تعمل بلوك. هاي خصائص الاتريال ريت او خصائص الاتريال فلتر، انه الاتريال ريت قلنا كيف بنحسبه؟ بي بي انترفال، بعد قديش في سمول بوكسز، بيكون من بين 250 ل 350. فنتريكولر ريت حسب استجابه الاي في نود قديش شغلها، بتعمل لي جيت كيبر. الاتريال بيكون ريجولر والفنتريكولر بيكون ريجولر. الكيو ار اس
هاي كمان شغلة، بما إنه المشكلة مش من الفنتركل، الكوريس مالها بتزلها نورمال، لازم نورمال. كل ما تشوف الكوار اس اب نورمال اعرف انها المشكله من وين، فينتريكولر. ماشي ماشي يا جماعه، كل ما شفت الكوار اس نورمال اعرف انه المشكله يا من الاس اي نود، يا من الاتريوم، يا من الاي في نود، يا جنكشنال. لكن اذا الكوار اس وايد مش طبيعيه، اطول من طبيعي، اعرف انه الاوريجينيتنج ريثم في الفنتريكل. قلنا شكل البي ويف زي السوتوث، البي كيو ار اس ريشيو 2:1، 3:1 او 4:1. وهذا شكل الاي سي جي. هنا قديش في عندي مثلا 1 2 3 4، طبعا بكون في هنا 1، في الغالب هنا هم بيعدوا الواضح، فهي مثلا 4:1، هاي 3:1 مثلا، 1 2 3، 3:1، 1 2 3 4، 4:1، زي هيك بعدوها 4 P's 1 QRS. دكتور تفضلي. آخر صورة للQRS مو وايد، إنه واحدة فيها. هاي قلنا هاي أصلاً هاي غلط. هاي في الغالب يا جماعة أتريال فلتر، طبعاً هي مش رسمة صحيحة، ماشي، يعني هاي مش رسمة حقيقية بين قوسين، لكن اللي بده كمان في هاي عشان تعرف، عشان حيركوا بزياده. الاي سي جي مش راح يجي يقول لك تعال طلع هيني اتريال فلتر لاقيني، ممكن طبعا اذا كنت محظوظ تلاقيها زي هيك، لكن اللي بده عقدك المريض تلاقي في عنده زي هذا، فعلا هذا ممكن يطلع، ممكن يعني، مش انه، لكن نادر. شو السبب انه بتلاقي في عنده وايد اند بالكيو ار اس؟ تلاقي عنده مثلا ليفت بندل برانش بلوك او رايت بندل برانش بلوك، تلاقي في عنده مشكله بالكوندكتيفيتي للفنتريكل، فبتلاقي الكيو ار اس طويلة، يعني ممكن تطلع لك مع انه نادر زي ما قلت لك. طيب اسبابها قلنا ممكن يكون valvular disease, hypertension, coronary artery diseases, cardiomyopathies, rheumatic heart diseases, open heart surgeries. ممكن نشوفها في حالات الهايبرثايرويدزم لما الميتابوليزم يزيد، او في حالات البولمونري هايبرتنشن، او في سي او بي دي. وقلنا شو المشكله في الاتريال ديسريثميا، انه ما بكونش في انا عندي اتريال كيك، ما بكونش في انا عندي كونتراكشن. ليش؟ لانه البلد بولينج قاعد بتجمع الدم وين؟ في الاتريا، ما بصير انا في عندي كونتراكشن كافي، فهذا بزيد الريسك انه يصير عند البيشنتس ايش؟ ثرومباي فورميشن، فبالتالي ممكن هاي تنتقل طبعا وتضرب يا على الرئتين اذا كانت من الرايت سايد، او تضرب على البرين اذا كانت في الليفت سايد. ميديكال مانجمنت بيعملوها فيجال مانوفر، ادينوسين بوش اند فلاش، سينكرونايز كاردوفيرجن اذا ما استجاب، طبعا بمشوا كمان بيتا بلوكرز، ديجيتاليس، كالسيوم شانل بلوكرز. اذا ما استجاب لكل هاي العلاجات بيعملوا له كاثيتر ابليشن زي القسطرة، لكن بروح بكو المنطقة الارتيتد، وهاي هيك بعالجوها لآخر العمر. طبعا هذولا قبل ما نعالج احنا بهاي الأمور لازم احنا البيشنتس نروح نصوروا صورة ايكو كاردوغرافي، صورة ايكو، لكن مش بس الطبيعية، وترانس ازوفيجيال ايكو كاردوغرافي، يعني عن طريق الازوفيجس بدخلوا المنظار، او مش منظار، ترانس ديوسر، وبصير يصوروا البوستيريور بارت اوف ذا هارت والرايت سايد كمان، فبيشوفوا اذا في عنده اي ثرومبايم هناك متكونه، فممكن يمشوه على انتي ثرومبوتيك ثيرابي. بالنسبه للاتريال فيبريليشن، احنا قلنا في الاتريال فلتر عندي انا مجموعه واحده من الخلايا الارتابل، بينما في الاتريال فيبريليشن عندك اكثر من مجموعه من الخلايا الارتابل، فكل مجموعه بتلاقيها قاعد بتطلع امبلس، هاي بتطلع امبلس، وهاي بتطلع امبلس، وهاي قاعد بتطلع امبلس، وهاي قاعد بتطلع امبلس، زي ما هاي بالصوره مثلا، كل واحد قاعد بيطلع امبلس شكل، بما انه المكان مختلف ما راح يكون عندك بي ويف ثابته، راح يكون في عندك ايش؟ absence of definable بي ويف، يعني ما فيش مصدر واحد للامبلس، هذا معناها. وطبعا بما انه انت عندك اكثر من بؤره الريتيتد، راح يكون في عندك الريت عالي جدا،
يوصل من 300 ل 350 ل 500. وهون كمان تثبت أهمية الأفي نوت، قديش أنا بدي يصير في عندي استجابة لجهة الفنتريكل. كمان اللي بيميز الأتريا فيبريليشن، بما أنه أنت بتحكي على أكثر من منطقة وهذولا كل واحد الشغالة على راسها على كيفها، فهنا شو راح يصير في عندك بالرثم؟ الريجولر رثم، ماشي؟ طبعا زي ما قلنا ما فيش عندك بي ويفز زي خرابيش الدجاج، مرة ثانية برد أحكيها، فهي إحنا نسميها فيبريلاتوري ويفز. كيف يعني على الإي سي جي؟ طلع هل في عندك بي ويف ثابتة هون؟ شو رأيكم؟ هل في بي ويف ثابتة؟ زي كأنه خط زي خط غير مستقيم، خط غير مستقيم، خط متعوج، ماشي؟ وبعدين مرة واحدة بتطلع لك نارو كيو ار اس. فهذا بميز اتريا فيبريليشن الريجولر، ما فيش بي ويف ثابتة، والكيو ار اس مالها الكيو ار اس نارو لكن ريت بكون تاعها عالي. هذا هو الاتريا فيبريليشن اللي بميزها مرة ثانية، كيو ار اس نارو الريجولر ريت، وما فيش عندي شكل ثابت للبي ويف. بينما في الاتريال فلتر شكل ثابت للبي ويف زي شكل اسنان المنشار، والريت بيكون ريجولر، والكيو ار اس بتكون كمان مالها نارو. دكتور تفضلي. هل الاس اي نود هون بتكون بتطلع امبلس؟ بتكون، بس لكن مش شيء بيس ميكر. قلنا البيس ميكر معناه اكثر خليه او اكثر نسيج قاعد بيطلع لي امبلسز، ماشي؟ اذا في شيء قاعد بيطلع اكثر منها بتبطل تصير بيس ميكر. اللي قاعد بيعطيني اكثر شيء هو اللي بصير بيس ميكر، ماشي؟ فهي لساتها بتطلع، او ممكن طبعا مش شرط انها تظلها لساتها، ممكن تكون، ممكن تكون ميت يعني حسب الحاله، يعني ممكن اه ممكن لا. لكن حتى لو هي كانت لساتها عايشه وفي عندي انا خليه قاعد بتطلع 300 او قاعد بتطلع لي 500 امبلس بير بالدقيقه، مش راح تظل الاس اي نود هي البيس ميكر، لان واحد اجت تشتغل اكثر منها، فهي اللي راح تسيطر يعني على الرثم تاع الهارت. نفس الشيء الاتريال فيبريليشن، احنا هنا بنخاف من موضوع الفورميشن اوف ثرومباي، وبالتالي البيشنت يصير عنده امبوليك ايفنت، كانت ستروك، ام اي، او بلمونري امبوليزم. اي اخطر او اي الريسك بتكون اعلى انها تصير عنده ثرومبوس فورميشن، بالاتريال فيبريليشن ولا بالفلتر؟ الفيبريليشن. مين عنده قول ثاني غير هيك؟ صحيح بالفيبريليشن. السبب يا جماعة بالأتريال فلتر، الأتريال فلتر ليش أصلا الريسك بصير؟ لأن أنا عندي هاي خلية وحيدة أو الريتابل، وقاعد بصير في أنا عندي كونتراكشن، لكن الكونتراكشن ماله مش كافي، يعني ما بصير كومبليت كونتراكشن، فبظل في عندي شوية دم هون، فهذا الدم ممكن يزيد عندي الريسك فور ثرومبوس. بينما في حالات الأتريال فيبريليشن ما فيش انا عندي اصلا اي اتريال كيك، لان هاي خليه قاعده بتعمل لحالها كونتراكشن، وهاي قاعده بتعمل لحالها كونتراكشن، وهاي نفس الشيء، كل شيء في الاتريوم بيشتغل لحاله، فهذا بيعمل لنا شيء بنسميه لوس اوف اتريال كيك. انا مش فايد، ما فيش عندي كونتراكشن اصلا في الاتريا، فهون بزيد الفورميشن في الستروك او الامبوليك او الامبوليك ايفنتس، طلع قديش 5 فولد، يعني بخمس اضعاف. عشان هيك هذول البيشنتس لازم نعالجهم في الانتي كواجوليشن ثيرابي قبل ما نعملهم مثلا اي علاج ثاني، فلازم احنا نكون ماشيينهم على بروفيلاكتيك انتي كواجوليشن ثيرابي. هاي اللي بيميزها الاتريال ريت، تلاقي من 350 ل 500، الفنتريكولر من 120 ل 200، هايلي ريجولر. انا ما عمرنيش حفظت هذول، بس اللي بعرفه انه الاتريال ريت فيها والفنتريكولر اعلى من الاتريال فلتر. اللي انا بهمني انه الريجولر بكون او الريثم بكون الريجولر، الكيو ار اس بتكون نورمال، ما فيش بي ويف ثابته، ما في بي ار تقدر تقيسها، وما في اصلا بي كيو ار اس ريشيو انك في مجال انك تقدر تقيسها. زي هيك في الاي سي جي خرابيش دجاج اللي هم البي ويف، كيو ار اس ماله طبيعي، لكن الرثم
طلع الـ PR interval هاي وهاي من يعني ما فيش أي regularity أبدا في الـ atrial fibrillation. management نفس management تاعت الـ atrial flutter، لكن بهاي الحالات ما أننا بنحكي fibrillation وأخطر، فإحنا بنصير نعمل introducing لبعض المديكيشنز اللي ممكن تحمي من الventricles زي الأميدرون. يعني في هذا شغله أكثر على الventricles إذا بتتذكروا، فهذا بيعمل يعني protect الventricles من الirritability اللي جايته من الأتريا. أي سؤال لحتى الآن؟ ectopic beats، شو يعني ectopic beats؟ يعني طالعة من مكان ثاني غير الSA node، هاي معناها ectopic beats. هاي ممكن تطلع زي الأرثمية، ممكن تطلع من الأتريا أو من الAV node أو من الventricles. فإذا طلعت من الأتريا بنسميها premature atrial complex أو contraction، إذا طلعت من الجنكشنال أو من الAV node بنسميها premature junctional contraction، إذا طلعت من الventricle بنسميها premature ventricular contraction. بالنسبة للpremature atrial contraction، ما إحنا ما إنا قلنا premature معناها طلعت قبل موعد البيت اللي إحنا عارفينها في الرثم اللي هو معروف عند البيشنت، يعني إحنا اللي هو اللي حكيناه في المحاضرة underlying rhythm. يعني مثلا البيشنت عنده normal sinus rhythm زي هاي هنا هون، والبيت أو الهارت ريت كان عنده 60 نبضة في الدقيقة أو 60 impulse per minute، يعني كل دقيقة في عندي impulse، كل دقيقة أو كل ثانية سوري كل ثانية في عندي impulse، كل ثانية في عندي impulse. بهون طلعت عندي impulse قبل موعدها، فأنا بسميها premature. هسا أنا بدي أعرف كيف أو شو هاي ال premature من وين أجتني، بروح بطلع هل في P wave؟ إذا P wave معناها يا بكون عندي من الأتريا يا بتكون طالعة من الجنكشن. ماشي لحتى الآن؟ تمام روحتوا لحالي قاعد بسولف؟ تمام. طيب هسا قلنا دائما إذا طلعت عندي بيت قبل موعدها بدي أروح أطلع على البي ويف. إذا البي ويف موجودة معناها المصدر تاعها يا من الأتريا يا من الجنكشنال. إذا من الأتريا بتكون الـ P-Wave positive وشكلها بيختلف عن بقية الـ P-Waves الثانية. إذا من الـ Junctional شو راح تطلع؟ P-Wave negative. ماشي؟ طبعاً ليش negative؟ هذا الـ Heart طبعاً الـ Negative قاعد بطلع عليها من وين؟ من الـ Lead 2، وهي الـ AV Node وطلعت الـ Impulse لوين؟ عكسياً لورا للـ Atrium، عشان هيك هي مشت عكس الموجب تاعت اللي تو، فهي طلعت عندي نيجاتيف. عشان ما تقولوش انه الدكتور اني ضحكت عليكم، في بعض البي اي سيز ممكن تطلع فيها البي ويف مالها سوري نيجاتيف. كيف؟ تخيل هون انا عندي هاي الخليه كانت ريتابل وطلعت البي اي سي، طلعت بهذا الاتجاه، كمان هذا باتجاه ماله عكس مين؟ عكس البوزيتيف تاع لي 2. ماشي؟ فممكن تطلع في بعض البي اي سيز بي ويف ممكن تطلع عندك نيجاتيف، البي اي سي للبي ويف تطلع عندك بوزيتيف. هاي هيك الملخص، بي اي سي ممكن تطلع عندك بي اي البي ويف بوزيتيف بتختلف عن بقيه البي ويفز، يا تلاقيها ممكن تطلع عندك باي فيزيك يا ممكن تطلع عندك نيجاتيف. لكن احنا في محاضراتنا مركزين بس على هاي او هاي، حتى زي هاي زي موجوده هاي هون بالصوره اللي تحت هون. ماشي؟ اذا كانت كل ما بعدت انت عن الاس اي نود بتلاقي شكلها بيختلف كثير عن الريجولر بي ويفز. دكتور تفضلي. انا مش فاهم كيف نميزها على الاس جي. انت مش فاهمه ايش؟ مش فاهمه انه كيف بدي اميزها على السكريب، يعني مش واضحه كيف. طيب تعالي طلعي لي هون، طلعي على الـ سي جي اللي على اليمين من تحت. تمام. هاي بي ويف شكلها ثابت هون.
طلعت لي عندي 1 بيت قبل موعدها الأصلي. ماشي، خليني أرد أمسح هذول. شوفي هون بميز، شوفي هون عندي بي ويف، طلع كيف شكلها، نفس هاي البي ويف. لا جاوبيني. لا لا مش نفسها، لكن اجت قبل موعدها صح؟ بالضبط. فهاي احنا بنسميها بريماتشور اتريال كونتراكشن. تمام ماشي، ما انها اجت قبل موعدها بشكل مختلف بنسميها بريماتشور اتريال كونتراكشن. في كثير من الاحيان ممكن تيجي قبل موعدها وتلتصق بمين؟ بالتي ويف اللي قبلها. هاي الصوره مش ملتصقه بالتي ويف، لكن بالصوره اللي على الشمال هي هون البي ويف التصقت مع مين؟ مع التي ويف. فبتلاقي صار في عندنا مشكله بشكل التي ويف، التي ويف صارت تختلف عن بقيه التي ويفز. طلع هاي التي ويف وهاي وهاي بيختلف عن بعض، فهذا بدل انه صار في عندنا بريماتشور اتريال كونتراكشن. ماشي يا جماعه، حد عنده اي سؤال على بريماتشور اتريال كونتراكشن؟ طبعا الايفي نوت كمان عشان ولا يا رب مهم اذكره، مش مذكوره خلص، بديش اعقدكم اكثر. لانه هون الايفي نود ممكن تمشي لك البي ويف تطلع وراها كيو ار اس، ممكن ما تمشيهاش تطلع لك بس بي ويف لحالها، تعمل للكيو ار اس بلوك. ها كمان بنسميها بريماتشور اتريال كونتراكشن، لكنها مالها بلوكت. شو يعني بلوكت؟ الايفي نود ما طلعتهاش او ما وصلتهاش للفنتريكلز. مين كان بدي يسأل؟ أنا. تفضلي. كيف أبدأ قبل الموعد؟ إيش؟ حكيت البي إن لو كان مو بموعد، كيف حددت إنها مو بموعد يعني هالبي؟ طيب تعالي، هاي البي ويف هذا الريجولر ريثم R انترفال هاي هون. وين اللي صار انا عندي RR interval غير طبيعية؟ هون باجي بتطلع اكثر، واللي هي تي ويف مالها شكلها بيختلف عن بقية التي ويفز، فهذا بدل انه صار في اشي اجى بنفس وقتها. طيب انا عندي الكيو ار اس، وين البي ويف؟ بعرف انه هو البي ويف اللي اجت بوقت التي، فهاي كل خصائص البي اي سي، هاي واحد من الحالات. طيب اذا ما كانت ملتصقة مع التي ويف بتكون اسهل علي، فاجب اطلع هاي الـ RR interval تقريبا 1 2 3 4 مربعات، 1 2 3 1 2 3 هاي 4 1 2 3 اي طلعت لي انا عندي ايش؟ QRS قبل موعدها. فاجب اطلع البي ويف، مال البي ويف شكلها مختلف عن بقية البي ويفز. ماشي، فهي كل خصائص البي اي سي بكل سهولة، سهل البي اي سي. أنا ما حكيت لكم يعني لسه بقول لكم في إشي بنسميه ساينس بلوك وإشي بنسميه ساينس أرست، هذاك لسه بعقدكم أكثر، لكن إذا أنتم حابين بشرح لكم إياها إن شاء الله ما عندي أي مشكلة. ساينس بلوك وساينس أرست. ساينس بلوك عشان يا رب إني بلاقي إشي على الإنترنت، خلينا بالله هيك. بدكم اشرحها ولا بدكم شيء اشرحها بالاول؟ لا دكتور، خلينا نكمل اللي اخذناهم. ايوه انا بقول نفس الشيء لانه هاي قربنا خلصنا الساعتين، خليها بعدين. اذا اللي بده يعني يشرح بنشرحها او بنزلها على الفيسبوك بصور. باروكسيسما سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، اذا بتتذكروا قلنا اي تاكيكارديا مصدرها فوق الفنتريكل احنا بنسميها سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. هاي من نوع من انواع او هذا نوع معين اسمه سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الجنرال امبريلا، تتضمن ساينس تاكيكارديا، تتضمن الاتريال فلتر، تتضمن الاتريال فيبريليشن، تتضمن جنكشنال تاكيكارديا، وكمان تتضمن نوع ثاني اسمه باروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. شو يعني باروكسيسمال؟ انه صارت عندي على الاي سي جي وانا شفتها متى بلشت او شفتها متى تنتهي. فهذا الاي سي جي كان البيشنت عنده ريجولار اي سي جي او ريجولار او نورمال ساينس ريثم،
مرة واحد شو صار عنده؟ اجته PAC في الغالب تبلش PAC وبعدين بصير الرثم سريع جدا، وفي معظم الأحيان بالباروكسيسمال سوبرا فنتركولار تاكيكارديا بتكون الـ P محذوفة مش موجودة معظم الأحيان. تطلع هون هاي الـ T wave مع الـ P جاي، لأنه الـ P بتكون ملتصقة مع الـ P اللي قبلها بكل البيتس، فهذا احنا بنسميه باروكسيسمال سوبرا فنتركولار تاكيكارديا. شو يعني باروكسيسمال؟ انه اجاني على ابيسود، اجاني بسرعه ماشي، لكن انا شفت على الاي سي جي. هذا شرطه عشان اسميها باروكسيسمال، لازم اشوف على الاي سي جي متى بلشت او متى انتهت. فهي تاكيكارديا بيجنز اند تيرمينيتس ابربتلي، والهارت ريت بيكون فيها عالي جدا 150 ل 250، بينما في الساينس تاكيكارديا من قديش لقديش؟ من 100 لحتى 160 او 180، خلينا على الابر ليميت، بينما هاي من 150 ل 250. في الساينس تاكيكارديا البي ويف دائما ثابته واضحه عندك. في البي اس في تي في معظم الاحيان بتكونش عندك البي، بتكون دائما ملتصقه مع مين؟ مع البريسيدنج تي ويف. طبعا البيشنت راح يحس علامات البالبيتيشن، وشو كمان ما انه الهارت ريت زاد اكثر من 180 فبتلاقي قل الفيلينج تايم، فبكل عنده الكاردك اوتبوت. البيشنت راح يصير معه ديسنيا، علامات الانجينا، علامات الهارت فيلير اللي هي اكيوت هارت فيلير، زي ما قلنا بسبب انه بخل عند الفيلينج تايم وبالتالي الكاردك اوتبوت از ديكريست. كمان اللي بيميز البي اس في تي انه ماله انه ريجولر ماشي، except at the onset and termination. الكوارس كمان بتلاقيها نورمال، بقية يعني الأشياء هيها موجودة هم. علاجها أدونيسين أو كاروتيد مساج، طبعا إذا استمرت بعملوها كاردوفيرجن. فهاي كل علاجات سوبرا فنتركولار تاكيكاردياز نفس الإشي، كاروتيد مساج بيعطوها بعدين علاج، أو يعني إذا ما استجاب للعلاج بيعطوه كاردوفيرجن. أي سؤال عليها؟ أي سؤال يا جماعة؟ لا لا يعطيك العافية. الله يعافيك. نيجي للجنكشنال. الجنكشنال اللي هي بقصدوا فيها الـ AV node، المشكلة بتكون في الـ AV node. هسا الجنكشنال ريثم قديش بتطلع امبلس؟ قلنا الـ AV node من 40 إلى 60. إلى 60. عشان هيك انا قلت لكم هاي السلايد انا مش متفق معها، كاتبت لي من 50 ل 70، من 40 ل 60 ماشي. وهاي بتصير جنكشنال ريثم او بسموه جنكشنال اسكيب ريثم، لما الاي في نود هي اللي بتصير البيس ميكر، انه الاس اي نود ماتت زي مثلا صار معها ام اي بهذاك المنطقه تحت الاس اي نود وبطلت تشتغل، فصفت عندي الاي في نود هي اللي شغاله وقاعد بتطلع لي امبلسز. قلنا البي ويف مع انه طالع من الجنكشنال ورايح بعكس اتجاه الليد تو البوزيتيف تاعتها، شو راح بيميز الجنكشنال ريثم دائما؟ انه البي مالها نيجاتيف. هسه في ثلاث خيارات للبي، هاي الاي في نود، الاس اي نود انساها، هاي الاي في نود صح، الاس اي نود ما لهاش دخل، راح تطلع امبلس للاتريا وراح تطلع امبلس للفنتريك. اذا وصلت الامبلس للاتريا دائما راح تكون انفيرتد، وهذا المبين عندي بالاي سي جي. بس شو هن ثلاث حالات؟ هاي الحاله واحده، هاي اول حاله. اذا وصلت الاي في نود، ما هي الاي في نود جاي بالضبط بالنص ما بين الاتريا والفنتريك، فانت مش عارف لوين بتتودي الشحنه بالاول. اذا وصلت الشحنه للاتريا قبل الفنتريكل راح تبين عند البي ويف معكوسة يتبعها كيو ار اس. الكيو ار اس شو بيميزها؟ انها ما انها مش من الفنتريكل المشكلة، معناته الكيو ار اس راح تكون طبيعية نرى. هاي اول حالة انه البي انفيرتد وتسبق الكيو ار اس. ثاني حالة عادية، انه ايش؟
لا دائما البي ويف من الجنكشن اللي راح تطلع نيجاتيف دائما. بس ثاني حاله انه هاي الايفي نود بتعطي الامبلس للاتريا وللفنتريكل بنفس الوقت، معناته على الاي سي جي البي ويف راح تطلع بمكان مين؟ الكيو ار اس، يعني بين قوسين ما فيش عندك انت ابسنت ويف، او راح يطلع عندك انه على الاي سي جي قصدي مش مبين البي ويف. هذا معناه انه البي ويف انه مالها، هل معناه انه ما حثت؟ هل يعني معناه انه ما صار عندي اتريال ديبولاريزيشن؟ مبلا صار عندي اتريال ديبولاريزيشن، لكنه صار بنفس وقت مين؟ فينتريكولار ديبولاريزيشن. مين الاقوى، الفينتريكل ولا الاتريا؟ مين الاكبر حجم؟ الفينتريكل صح؟ الفينتريكل. عشان هيك الفينتريكلز ديبولاريزيشن هو اللي بين عندي على الاي سي جي، فالكيو ار اس هو اللي بين فقط. بما انها البي ويف حدثت بنفس وقت الكيو ار اس، فالكيو ار اس هو الوحيد اللي راح يبين، زي ما هم بين ان عندي هون. هل في عندك هون انت بي ويف ظاهر على الاي سي جي؟ شو رايكم، هل في بي ويف؟ شايفين بي ويف انتو؟ لا ما في دكتور. ما في بالضبط. هذا بدل انه صار عندي اتريال ديبولاريزيشن وفنتريكولار ديبولاريزيشن صار عندي بنفس الوقت، والسبب جنكشنال ريثم. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة انه منيح اللي راسمين النهارده، انه الافي نود وصلت الامبلس للفنتريكلز قبل الاتريا. الفنتريكل ديبولاريزيشن شو بيمثلها؟ كيو ار اس. طيب الاتريال ديبولاريزيشن شو بيمثلها؟ انفيرتد بي ويف. فهاي بتبين على الاي سي جي كيو ار اس، بعدين بتبعها انفيرتد بي ويف. فهاي هي الحاله الثالثه. تمام يا جماعه، حد عنده اي سؤال عليه؟ تمام دكتور. طيب الاسكيب جنكشن الريثم رد هون عادلنا انه من 50 ل 70، هي من 40 ل 60. قلنا من خصائص الاي في نود انها بتطلع امبلسز مالها ريجولر. الكيو ار اس في عندي مشكله انا من الفنتريكل؟ لا مش من الفنتريكل، سوبرا فنتريكولر هاي، فانا بتكون عندي الكيو ار اس ريشيو بتكون نارو طبيعي. بينما البي ويف لازم دائما تكون انفيرتد، يا بتبين قبل الكيو ار اس يا بتبين بعد الكيو ار اس يا ما راح تبين معي. ماشي. فبالتالي البي كيو ار اس ريشيو يا بتكون واحد لواحد دائما بغض النظر اذا اجت قبل ولا بعد، او بتكون صفر لواحد اذا حدثت البي نفس وقت الكيو ار اس. اذا طلعت البي قبل الكيو ار اس بتكون طبيعيه اللي هي less than 0.12 second. premature junctional contraction اللي حكيناه قبل شوي وهو نفسه، وهي الثلاث حالات للبي ويف، يا بتسبق الكيو ار اس بتكون انفيرتد، يا بتيجي بنفس الوقت وبتكون هيدن، يا بتيجي بعد الكيو ار اس وبتكون انفيرتد. لكن بما ان بحكي بريماتشور جنكشنال كونتراكشن يعني واحدة فقط، 1 بيت اللي بتطلع بهاي الخصائص. ماشي. طبعا والكيو ار اس بتكون نارو less than 0.12 second. ماشي يا جماعة. كيف نميز بينها وبين اللي قبلها؟ بين الجنكشنال ريثم كل الاي سي جي بيكون نفس الشكل. كل الاي سي جي طلعي هون، كل الاي سي جي نفس الشكل. هاي البي ويف بعد الكيو ار اس، كيو ويف البي ويف بعد الكيو ار اس، بي ويف جاي بعد الكيو ار اس. بينما هون هناك بس واحدة. بس واحدة. هيها زي هاي. تعالي طلعها هاي. بس طلعت لي 1 بيت بدون بي ويف. او طبعا اذا طلعت البي ويف قلنا بتكون انفيرتد قبل او بعد الكيو ار اس. ماشي. لكن الاندرلاينج ريثم تعال احسبي 1 2، هذا عند البيشنت ساينس تاكيكارديا، ساينس تاكيكارديا with بريماتشور جنكشنال كونتراكشن، هيك التفسير تاعه. تمام يا جماعه؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام تمام. هسه بنيجي للفنتريكولار ديسريثميا. اول شيء اول واحد منهم مسميه فنتريكولار اسكيب ريثم. شو يعني فنتريكولار اسكيب ريثم؟ لما الاس اي نود تموت والاي في نود
تموت او ما تشتغل، مين بيجي عندنا البيس ميكر؟ بصير البيركنج فايبر. ماشي، فبصير تطلع من قديش؟ من 20 ل 40. ماشي، هذا البيركنج فايبر وين موجوده؟ هي في الفنتركل. فشو اللي راح يميزها؟ كيو ار اس مالها؟ راح يكون وايد. كيو ار اس وايد بالضبط، ابنورمال لونجر او وايدر ذان 0.12 سكند. طيب ما انا بحكي عن بيس ميكر، معناته الريثم شو راح يكون؟ ريجولر. ريجولر. والفنتريكولر ريت تاع البيركنج فايبر قديش؟ من 20 ل 40. ماشي، علاجها طبعا بتبع علاج البرايديكارديا، تعطيه اتروبين، ما زبط نعمله بيس ميكر. طبعا بالاضافه انك لازم تعطيه اكسجين. كمان فنتريكولر ديسريثميا، انا في عندي بي في سي، premature ventricular contraction, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation. شو اللي دائما بميز قلنا الventricular dysrhythmia؟ انه QRS مالها اكبر من white. 0.12 صح؟ white. هل في P wave؟ absent. ماشي، ما في عندي P wave. وكمان انه ال QRS عكس اتجاه T wave. ماشي يا جماعة، هاي خصائص ال PVCs او ال ventricular rhythm in general، انه ما فيش عندك P waves، ال QRS wide، وكمان ال QRS بتكون عكس اتجاه T wave، اثنين عكس بعض. هاي ال PVC بالاول. PVC انت بتروح طبعا شو اللي بصير؟ انت بكون في عندك underlying rhythm، ممكن يكون حتى يعني normal sinus node rhythm، وبتيجي عندك خلية من الventricle irritated وبتطلع impulse. بما انها ما مشت من الطريق السريع تاعتها اللي هي عن طريق البندل اوف هيس والليفت والرايت بندلز، فهي راح تطلع عندي بطيئة، راح تطلع عندي wide QRS، وقلنا ال QRS بتكون عكس ال T wave. فبهاي الصورة الاي سي جي الموجود هون عندنا طلعوا لنا على الكيو ار اس عكس مين؟ عكس التي ويف. فالكيو ار اس عندك بوزيتيف بينما التي ويف كانت نيجاتيف. نقسم البي في سيز يا حسب الفريكونسي، كل قديش بتطلع، يا حسب العدد، يا حسب الشكل. فحسب الفريكونسي كل قديش بتطلع، مثلا هون بالصورة هاي سميناها فنتريكولار باي جيميني، يعني كل واحدة صحيحة كل بي في أو كل بيت طبيعية تبعتها إيش؟ بي في سي. كل واحدة طبيعية تبعتها بي في سي، كل واحدة طبيعية تبعتها بي في سي. هاي بنسميها باي جيميني. شو يعني باي؟ زي ثنائية، يعني واحدة آه واحدة لا. التراي جيميني إنه كل ثنتين طبيعيات طلع وراهم واحدة بي في سي، اثنين طبيعي واحدة، الثالثة بتكون بي في سي. هاي اسمها تراي جيميني، يعني الثالثة. هي أخطر الباي جيميني ولا تراي جيميني؟ الباي أخطر، إنه في الريتابيليتي أعلى أكثر. الباي أكثر، قال الريتابيليتي أكثر هون ولا هون؟ هي في بي في سيز أكثر تحت ولا فوق؟ تحت بس اثنتين. فوق قديش تطلع؟ واحد اثنتين ثلاث أربعة، معناته اللي فوق الريتابل أكثر من اللي تحت. فالباي جيميني أخطر من التراي جيميني. هذا حسب الفريكوانسي. كمان ممكن قلنا حسب الشكل، ممكن نسميها يونيفورمد أو يونيفوكال أو مالتي فورمد أو نسميها مالتي فوكال. فهذا بدل إنه إذا كانت يونيفوكال، يعني هذا الهارت، اعذروني على الرسم طبعا، يونيفوكال معناها انا بس خليه واحد الاريتابل وقاعد بتطلع بي في سي، بينما بالمالتي فوكال شو قاعد بصير عندي؟ انه في عندي هاي خليه وهاي خليه، هاي قاعد بتطلع امبلس وهاي قاعد بتطلع امبلس، عشان هيك صار في عندي اكثر من شكل للبي في سي. فمثلا هاي واحده وهاي ثنتين وهاي ثلاث نفس الشكل، هذول بنسميهم يونيفوكال. اجتنا هاي واحدة ثالثة أو واحدة شكلها جديد علينا، فهيك سميناهم مالتي فورمد أو مالتي فوكال بي في سيز. أيا أخطر؟ المالتي فوكال
ولا اليونيفوكال بي في سي؟ لا المالتي فوكال. مالتي إنه فيه الريتيشن أكثر. وفي عنا زي ما قلنا حسب العدد. إذا أجن ثنتين مع بعض، طبعاً الثنتين مش ضروري يكونوا نفس الشكل، ماشي؟ أو الثلاثة طبعاً. إذا حسب العدد بالأول خلينا نخلي الكلاسيفيكيشن حسب العدد، إذا إجوا مع بعض ثنتين نسميهم كابلت، إذا إجوا ثلاث زي هاي اللي بالصورة هون نسميهم تريبلت أو شورت ران أوف فنتريكولار تاكيكارديا. يعني أول هاي واحدة من تصنيفات أو من تعريفات الفنتريكولار تاكيكارديا، يكون عندك 3 بي في سيز أو أكثر، ماشي؟ هون ما بنشترط الشكل يكون نفس الإشي يا جماعة. لما انت بتحكي لي عن العدد بدك تقول والله كابلت ولا تريبلت، مش ضروري الثلاثه يكونوا نفس الشكل، ولا بالكابلت يكونوا مثلا الثنتين بي في سيز يكونوا نفس الشكل، لا انا بحكي كعدد. هسه شو مشكله البي في سي؟ هذا السؤال اللي نزلته انا على الفيسبوك، انه ممكن تعمل لنا ايش بنسميها ار اون تي فينومينا، ماشي؟ انه تيجي الوقت الديبولاريزيشن او وقت البي في سيز على وقت استراحة الفنتركلز اللي هي التي ويف، فاحنا سميناها R on T، حدثة الـ R على وقت الـ T. فهاي شو ممكن تعمل للبيشنز؟ ممكن تعمل له ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden death. ماشي؟ ماشي يا جماعة ولا مش ماشي؟ صار الساعة 8:15. ماشي. اللي بده يطلع يطلع، أنا راح أخلص عن مراجعة عشان أطلع من خطيتكم زي ما بقولوها. هنا طبعا علاجها اذا بس شوي اللي انفريكوينت يعني مش كثير كانت فريكوينت، فهنا بس بنضل نعمل للبيشنت مونيتورينج لانه هذا بدل انه في عنده ريتيشن، لكن اذا تطورت الامور وزاد عددها فهون نبلش له بالميديكيشنز اللي بتحمي اللي شغلها على الفنتريكل زي الاميودرون واللايدوكاين. طبعا لازم نطلع على الاسباب، اذا كان سببها الكترولايتس لازم نظبطها. ممكن يكون البيشنت عنده ديجيتاليس توكسيسيتي ونعطيه الانتيدوت تاع الدوجوكسين. هاي اشكالين هون، شو هاي؟ هاي بي في سي عاديه، ماشي؟ ما بتقدرش تحكي لها ايش، ما انها وحده بس بتقدرش خلص تقول بي في سي. بينما هون وحده هاي بي في سي وهاي طبيعيه، بي في سي طبيعيه، شو هاي بنسميها؟ سميها باي جيميني. طيب بهاي الصورة عندنا هاي عندنا ثلاث أشكال أو شكلين مختلفات، شو اسمها؟ مالتي فورمد بي في سي، مالتي فوكال بالضبط. طب هنا جتنا تو بي في سيز مع بعض، شو اسمها؟ كابلت بي في سي. طب هنا في عندي أنا ثلاثة بي في سي سوا، سميها تريبلت أو شورت ران أوف بي في سي. طيب هنا في عندي إذا لاحظتوا هنا كمان في عندنا بي في سي، هل هاي مالتي فوكال ولا يونيفوكال؟ مالتي لانه اشكال مختلفه بالضبط. في تاج، في تاج ولا اسهل منها، بتكون عندك كيو ار اس والتي ويف بشكل معاكس، طلع حالك كيو ار اس لتحت والتي ويف لفوق، كيو ار اس لتحت تي ويف، والكيو ار اس دائما مالها بيزار. شو يعني بيزار؟ يعني شكل غريب وايد، ماشي؟ شو السبب؟ انه بكون في عندك انت مجموعه خلايا في الفنتريكلز الريتابل وقاعده بتطلع امبلسز على شكل ريجولار، ماشي؟ فالفنتريكولار تاكيكارديا انه بكون في عندك انت هذا الهارت ايد بلشت تتشنج بدون ما تكون متشنجه، ما بعرف شو ارسم. المهم فمثلا هاي عندنا مجموعه خلايا، تكون في عندنا خلايا الريتابل قاعده بتطلع امبلسز بشكل ريجولر، وما انها ما بتمشي من الطريق السريع اللي هي عن طريق بندل اوف هيس، شو راح يصير بالكيو ار اس؟ انا تكون وايد، ماشي؟ الكيو ار اس بتكون بيزار. قلنا من خصائص دائما فنتريكولار ريثمز انه الكيو ار اس تكون وايد وتكون عكس اتجاه التي ويف وما تشوف بي ويفز، فالبي ويفز يوجوالي ار نوت سين. بما اننا بنحكي فنتريكولار تاكيكارديا قديش الريت راح يكون اكثر من اكثر مي. من قديش اكثر من 100 بالضبط، زي ما هو موجود احنا عندنا هنا بالاي سي جي
وايد QRS QRS عكس T والريت لو حسبته راح يطلع عندك أكثر من 100 هنا أكثر من 150 أو تقريبا 150 فهاي ventricular tachycardia. طبعا الـ VTAG هاي emergency بتقلل الـ cardiac output فالpatients ممكن يصير unresponsive pulseless hemodynamic loss الـ patients ممكن يصير عنده chest pain hypotension pulmonary edema ويقل الـ consciousness تاعته بسبب قلة الـ perfusion الـ vital organs. هاي خصائصها الريت تاعها شو ماله أو الريثم تاعها ماله هاي اللي بيميز عن مين عن الـ VFib إنها regular والـ QRS شكلها دائما شكلها ثابت في الغالب الـ QRS شكلها ثابت في الغالب ها هل ممكن يكون في عندي أنا ventricular tachycardia والـ QRS شكلها غير ثابت نعم في نوع من أنواعها اسمه مثلا torsadi de pointis وهذا إذا إن شاء الله ذكرت بنزلكم على الفيسبوك شكلها بتكون شكل الـ QRS غير ثابت medical management تعتمد اذا البيشنت صار عنده كيو ار اس ولساته اموره ستيبل ما فيش عنده اعراض فهنا احنا بنعطيه ميديكيشن زي اللايدوكاين زي الاميدرون اذا البيشنت صار انستيبل صار عنده مثلا بالبيتيشن صار في عنده شويه كونفيوجن لكن الفي تاك مونوفيزك يعني دائما يعني زي الكيو ار اس لها نفس الشكل فهنا انا بعالجه عن طريق سينكرونايزد كاردوفيرجن إذا البيشنت كان unstable وما لهوش بولس أو إذا كان عنده polymorphic ventricular tachycardia يعني الـ QRS لها أكثر من شكل وهنا لازم إحنا نعمل له defibrillation. طيب إذا أنت كنت عند البيشنت صار مع VTAG وصار unconscious وما فيش عنده بولس وجهاز الديفيبريليتر مش موجود شو أنت لازم تعمل له أو الدكتور لازم يعمل له؟ precordial thump ايوه اللي بتضرب بوكس على صدره نسميها precordial thump طبعا البيشنت لما بعدين يصحصح بنروح بفحصوا له الايكوكارديوغرافي بيعملوا له يشوفوا له ejection fraction اذا اقل من 35 بيزرعوا له الامبلانتبل كاردوفيرتر ديفيبريليتر اللي هي زي جهاز تحت الجلد بكون مشبوك باسلاك للقلب اذا رجعت مع الفي تاج تعمل له ديفيبريليشن إذا الـ ejection fraction أكثر من 35 بظلهم ممشينه على أميودرون. VFib إنه إيش؟ هذا الهارت وهي خلايا الريتابل وهي خلية في الفنتركل الريتابل وهي الريتابل وهي الريتابل كل واحدة قاعدة بتطلع impulses كل واحدة قاعدة بتعمل contraction بوقت مختلف معناته هل بتتوقع الـ QRS يكون شكلها ثابت؟ طلعوا هل طالعات من نفس المكان؟ لا مش ثابت معناته مش ثابت دائما الفبريليشن إذا أنت بتحكي لي أتريال فبريليشن معناته الـ P-Wave شكلها مش ثابت إذا ventricular fibrillation معناته الـ QRS شكلها مش ثابت وكمان إيش الريت بكون؟ ما أنه بنحكي فبريليشن دائما أو سوري الريثم شو بكون؟ الريجولر فهذا اللي بيميزها انه ربط الريجولر ديس اورجنايزد فينتريكولار ريثم هل بكون في انت عندك اي كونتراكشن للفينتريكلز طلع لا. كل واحد قاعد تعمل كونتراكشن لحالها ما فيش عندي اي كاردك اوتبوت فهذا بيشنت راح يصير معه كاردك ارست هاي من اكثر الاسباب الارثمياز اللي بتصير خصوصا بحالات الام اي فهي خصائص الفنتركولار ريت بيكون اكثر من 300 ومش راح تقدر تعده يعني جهاز نفسه اللي بعد لك اياه الريجولر وايد ان ريكوجنايزبل كيو ار اس مش راح يكون لها شكل ثابت وطبعا هذول الثلاثه اكس عليهم مش راح تقدر تشوف لا بي ويف ولا بي ار ولا بي كيو ار اس ريشيو علاج الفنتركولار فيبريليشن دائما ايش هو سي بي ار ولا ديفيبريليشن ديفيبريليشن مش موجود عندي ديفيبريليشن بظل نعمل له سي بي ار لحتى يجيبوا لي الديفيبريليشن بشبكه على الديفيبريليشن وبخليه يعطي الدي سي شوك طبعا كمان بدي اعطيه انا الابينفرين والاميودرون وممكن يزرعوا له نفس الشيء الاي سي دي عشان هو يصير له
هو يعمل له هذا الاي سي دي يعمل له دي سي شوك اذا احتاج لونج تيرم مانجمنت. اخر شيء عندنا الفنتريكولر اسيستوري اللي هو الفلات لاين او داينك ريثم. هون البيشنتس خلص فيش عنده تقريبا اي كونتر اي ديبولاريزيشن افكتيف لا للفنتريكل ولا للاتريا. البيشنتس هون طبعا بتكونش عنده كمان الريثم مستقيم, بتلاقي عنده زي ايش زي تموجات ماشي. لكن هل بكون البيشنت ريسبونسيف؟ لا, بكون انكونشس ما في عنده ريسبيريشن. وانا شو علاجها؟ دي سي شوك, سي بي ار, ولا كاردو فيرجن, ولا ميديكيشن؟ سي بي ار. سي بي ار بظن نعمله سي بي ار لحد يصير في عنده شوكه بالريثم, بخلي دي سي شوك يعطيه الشوك. اي سؤال؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم. واي حد عنده اي سؤال ينزل على الفيسبوك عشان ما يتكرر السؤال والكل يستفيد من جواب على السؤال. الله يعطيك العافية, وان شاء الله بكرة بنكمل محاضرات الاي سي جي. بكرة راح تكون شوي فيها خربطة عن الهارت بلوكس, وهيك بنكون خلصين اي سي جي. يلا ان شاء الله نشوفكم على خير. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك جميعا, حياكم الله. سلام عليكم.